صباح الخير واهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي اكسترا نيوز، وتحديدا هذا الصباح حلقه جديده من هذا الصباح اكون معكم فيها انا ايمان الحويزي من دلوقتي ولحد الساعه 10 صباحا. طبعا بنواصل الاحتفال مع حضراتكم بذكرى 67 لعيد الشرطه، كل سنه طبعا وحضراتكم الطيبين. النهارده بجانب اخبارنا وفقراتنا المختلفه هيكون معانا في استوديو هذا الصباح الكاتبه الصحفيه هناء عبد الفتاح، المنتج الفني لفيلم سيره شهيد، هنتكلم معاها عن قصص الابطال ومعاناه اهليهم ايضا وكواليس التحضير لهذا العمل المميز. ايضا هنعرض لحضراتكم اللقاء الخاص لهذا الصباح واللي اجرته الزميله اسماء مصطفى من سجن النساء بالقناطر. خلينا نتوقع بتوقعات خبراء هيئة الأرصاد، نبدأ بهذا التوقع. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية ودافئ على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا وشديد البرودة ليلا. بتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وشمال ووسط سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة. أيضا تنشط على غرب البحر المتوسط وجنوب البحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء لصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء. استعرض مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة في بعض المحافظات والمدن المصرية. تفاصيل اكثر هيكون معنا على الهاتف محمود شاهين مدير اداره التحاليل بهيئه الارصاد الجويه. يا استاذ محمود صباح الخير. صباح الخير يا استاذ ايمان، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، طمنا اكثر عن حاله الطقس. بالفعل زي ما شفنا دلوقتي في استقرار واضح في الاحوال الجويه، شبوره مائيه على الطرق القريبه من المسطحات المائيه والطرق الزراعيه بتقلل مستوى الرؤيه الافقيه، وده دلاله الاستقرار اللي هنشهده خلال الساعات القادمه من ارتفاع درجات حرارة عن المعدل من 3 ل 4 درجات، وطبعا وهدوء في سرعات الرياح دلوقتي، انما مع تقدم ساعات النهار هتزداد نشاط الرياح وهيكون زي ما حضرتك ما ذكرتي مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة خصوصا على غرب البلاد. فرص سقوط امطار موجودة معانا النهاردة على منطقة جنوب سيناء، بالاضافة الى كده في اضطراب في حركة الملاحة البحرية سواء في البحر المتوسط او البحر الاحمر. اعتبارا من غدا باذن الله نتوقع انخفاض ملحوظ في درجات الحراره. القاهره عن اليوم طبعا بقيم تتراوح من 4 ل 5 درجات مئويه. طبعا بنحذر من استمرار ارتداء الملابس الشتويه الثقيله على مدار اليوم. الانخفاض ده هيسحبه فرص سقوط امطار على سواحلنا الشماليه وشمال الدلتا ومناطق من شمال الصعيد، مع استمرار فرص سقوط الامطار على جنوب سيناء. طبعا بالاضافه الى كده استمرار الاضطراب في حركه الملاحه البحريه، الامطار زي ما قلنا هتبقى في جنوب سيناء ومناطق من محافظه البحر الاحمر. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لحضرتك استاذ محمود شاهين مدير اداره التحاليل بهيئه الارصاد الجويه. نذهب للاقتصاد المصري. الإشادة من صندوق النقد الدولي بما حققه الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة. قالت كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي إن مصر بدأت عام 2016 في برنامج إصلاح اقتصادي طموح يدعمه الصندوق حاليا باتفاق مالي. منذ ذلك الحين حققت مصر تقدما كبيرا بيدلل عليه نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. أضافت لاغارد في بيان صحفي أمس الجمعة أن معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه هبوطي والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019.
انخفضت نسبة البطالة إلى 10% تقريبا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011. تم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية. أكدت لاجارد أنه من المهم البناء على التقدم الذي تحقق في مصر والآن، والمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تساهم في تحسين الحوكمة. سيساعد هذا في الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولا للجميع، ويضمن مستويات معيشية أفضل للمواطنين. أشارت مدير عام صندوق النقد الدولي أيضا إلى أن فريق خبراء الصندوق انتهى من وضع التفاصيل اللازمة لكي يرفع إلى المجلس التنفيذي وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري في ظل اتفاق تسهيل الصندوق الممدد. وسيعقد المجلس اجتماع في الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة المراجعة، وستوصي بموافقة المجلس عليها. قالت لاجارد أيضا: أغتنم هذه الفرصة للإشادة بما يبديه الشعب المصري من صبر والتزام بعملية الإصلاح الاقتصادي، بما سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا للجميع على المدى الطويل. في هذا السياق أؤكد مؤكدا استعداد الصندوق لمعاونة مصر في تحقيق مستقبل أكثر رخاء. نشرت صفحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك البيان الذي أصدرته اليوم كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، واللي أشادت فيه بهذا التقدم الكبير الذي حققته مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي شرعت فيه مصر منذ عام 2016 بدعم من الصندوق. لمزيد من التفاصيل حول الإشادة القوية من صندوق النقد الدولي بالإصلاح الاقتصادي في مصر، معنا الآن عبر الهاتف دكتورة النائبة بسنت فهمي. دكتورة بسنت، صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ، إزي حضرتك؟ الحمد لله. الحقيقة أنه كريستين لاجارد تحديدا أو صندوق النقد الدولي تحديدا، إذا كنا بنتكلم عن الإشادات، مش أول مرة يشيد بالبرنامج الاقتصادي، مش أول مرة يشير بإجراءات الإصلاح الاقتصادي في هذا البرنامج الطموح. بداية، إزاي بتشوفي هذه الإشادة من حد مهم زي كريستين لاجارد؟ الحقيقة دي إشادة غير مسبوقة، يعني إن مسؤولة بهذا المستوى تقول الكلام ده كله وتشيد باللي احنا عملناه، ده غير مسبوق حقيقة بالأجهزة المصرفية أو الأجهزة المالية العالمية. وده الحقيقة لأنها شافت إنجاز استحمله الشعب المصري وعمله الشعب المصري بشكل محترف للغاية. يعني الحقيقة إدارة السياسة المالية والنقدية والتغيرات اللي حدثت في الاقتصاد في الفترة اللي فاتت اتعاملت بمنتهى الاحتراف بمنتهى الهدوء، والحقيقة هي نفسها أشادت. وأنا لما شفت البيان بتاعها ده غير مسبوق إن حد يقول كل هذا الكلام، بس دي حقيقة. يعني هي شافت نتائج، وأنا دايما بكرر الاقتصاد مش كلام، الاقتصاد أرقام ومؤشرات، وكلها الحقيقة الحمد لله الحمد لله في الاتجاه السليم. وده مجهود جبار قامت فيه الدولة المصرية والشعب المصري زي ما هي قالت. أشادت أيضا بالجزء ده أنه احتمل التغير لأنه شايف أن ده لمصلحة الدولة، وسواء جانب بقى زي ما هي ذكرت المؤشرات أن دي مؤشرات هايلة إيجابية، سواء كان انخفاض التضخم، انخفاض البطالة، انخفاض عجز الموازنة، زيادة الاحتياطي في البنك المركزي، التغيرات الهيكلية في الاقتصاد، الاهتمام بالاقتصاد الجزئي اللي هو الزراعة والصناعة وصيد الأسماك، يعني في كل المجالات، بالإضافة ودي ذكرتها الاهتمام بالنواحي الاجتماعية. اهتمينا جدا بحماية الطبقات البسيطة، اهتمينا بالصحة والتعليم. فالحقيقة الحمد لله المجهود اللي اتعمل كان غير مسبوق، والإشادة اللي هي عملتها غير مسبوق. طيب دكتورة بسنت، يعني أنا عايزة أناقش مع حضرتك انعكاس هذه الإشادة على عدة قطاعات، لكن قبل ما أناقش مع حضرتك هذه الجزئية، في جزئية مهمة جدا حضرتك أشرت ليها، وهي كمان أشرت ليها في البيان، وهي جزئية الشعب المصري. يمكن إحنا شفنا إشادات من وكالات عالمية قبل كده كثيرة جدا بالبرنامج الاقتصادي، إحنا بنتكلم هنا عن مودز، عن ستاندرد أند بورز، وبنتكلم كمان عن فيتش، عن أسماء كبيرة جدا. دايما الحاجات دي كان
كانت بتشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي وبتشيد بالحكومة وبتشيد بالدولة وسياسة الدولة، لكن هي هنا ركزت كمان على الشعب المصري، تحمل الشعب المصري وقوة الشعب المصري في أنه هو يلتزم ويصبر علشان يشوف مردود هذه الإصلاحات أو هذا البرنامج. عايز أركز مع حضرتك على الجزئية دي، أهمية التركيز على هذه النقطة تحديدا منها إلى أي مدى مهم؟ كل ماذا هذا الشعب بيثبت للعالم انه شعب عظيم ومختلف. الاحتمال اللي استحمله الشعب المصري في الفترة اللي فاتت بمنتهى الهدوء عشان يعدي المرحلة دي، ده ايضا شيء شايفة حضرتك في بلاد تانية مش عايزة اذكر اسماء يحصل ايه عشان حاجات بسيطة جدا، صحيح، مش اجراءات زي اللي احنا عدينا فيها. لكن الشعب المصري الحقيقة انا مش بمتدح عشان انا مصريه، اثبت للعالم كله انه مختلف تماما وانه شعب قادر على بناء بلده وعلى حضارات كل مدى بتتجدد. وهي اشادت بكده، لان الحقيقه في شعوب كتيره جدا لو قربتي بس من اي حاجه تلاقي البلد اتقلبت، الشعب ده استحمل وشال بعضه. والحقيقه النقطه المهمه برضو اللي انا احب اشيد بيها، احنا شلنا بعض، عارفه ازاي؟ صحيح. كل الناس شالت بعضها وعدت المرحله، الفتره الجايه هتختلف خالص. يعني هو حتى هو حتى استكمال لكلام حضرتك ويمكن لكلامها كمان، يعني حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مناسبه الحقيقه بيذكر انه البطل هو الشعب المصري، مش بس الدوله المصريه ومش بس قيادات الدوله المصريه. طيب خلينا نتكلم، حط خطه، لكن المهم الناس مين اللي بينفذ الخطه؟ صحيح، الشعب. طيب خلينا نتكلم مع حضرتك عن انعكاس هذه الاشاده، بتشوفيها ازاي على مساله جذب مزيد من الاستثمارات؟ مساله الاستثمارات مهمه جدا، ويمكن المستثمرين الاجانب لما بيجوا دوله بيكونوا حريصين جدا ان هم يستمعوا لمسؤولين باهميه وبثقل كريستين لاجارد ومؤسسه كبيره زي صندوق النقد الدولي. شوفي حضرتك اشرتي الى مؤسسات كثيره قوي، فيتش وستاندرد اند بورز وموديز كلهم كتبوا بيانات ايجابيه، لكن دول كلهم كوم وصندوق النقد كوم. صحيح. ده صندوق بيحللك بالتفصيل، ده انعكاسه بالنسبه لنا ان دي قدام العالم، وكانت ناس كثيره تفخر من هذا الكلام، دي شهاده لكل مستثمرين العالم، ادي هذه الدوله وضعها عملت كده، المستقبل بتاعها ايجابي. فده رسالة لمستثمرين العالم انهم يجوا يستثمروا في البلد دي ويبقوا امنين ومطمنين ان مستقبلهم الاقتصادي هيبقى ايجابي. صحيح. يقدروا يتحركوا مش بس على ارض مصر، بس من مصر لافريقيا ايضا. فدي الحقيقة شهادة نعتز بيها كلنا، ويا ريت الناس كلها تعرف الست دي قالت ايه بالظبط، لانها الحقيقة انا بكرر غير مصر. الحقيقة هو ده، يمكن احنا هنركز طبعا على هذا البيان علشان الناس فعلا زي ما حضرتك بتقولي تعرف هي قالت ايه بالظبط في البيان، لانه اكيد مش كله هيدخل على الصفحة وهيعرف هي قالت ايه وهيعرف كل تفاصيل البيان. يمكن استكمالا لكلام حضرتك، في وقت اللي حصل ده، في وقت حصل في وقت قياسي، مسألة الوقت كمان مسألة مهمة جدا دكتور بسند، مسألة كمان المقارنة ما بين الدول، احنا بنشوف انه في دول كثيرة معدل النمو فيها بيتراجع، حتى انها دول غنية ودول متقدمة، يعني مصر حققت في ظل النطاق العالمي هي حققت ربما طفرة في السنوات الماضية، بتشوفي المقارنة دي ازاي في مسألة الوقت وفي مسألة كمان الدول اللي ربما بتتراجع معدلات النمو فيها؟ هي ذكرت دي ايضا، احنا بننمو وناس تانية بترجع وبتنمي بسرعة ومعدلات عالية. وعايزة اقول هنا هي ما ذكرتش حاجة مهمة، واحنا بنحارب ارهاب. يعني انت بتعملي نمو، بتعملي اصلاحات هيكليه، وبتظبطي الاقتصاد، وبتعملي حاجات اجتماعيه، وانت بتحاربي. يعني برضو دي حاجه مش عاديه. صحيح. وهي دي الحقيقه عظمه الشعب المصري. شايفه حضرتك امبارح الاحتفال بعيد الشرطه وشهداء قد ايه، والناس قويه وعايزه تشيل بلدها لقدام، فوانت بتعملي كل هذا على التوازي بتحاربي. الحقيقة برضو عايزة أكرر الجزء ده غير مسبوق. نعم دكتور بسن. أيوة حضرتك ما زلتي معي.
أنا معك. أنا بتأكد بس إن حضرتك لسه معايا. طيب أخيرا دكتور بسنت، عايز أسأل حضرتك سؤال متعلق بمستقبل التعاون ما بين مصر وصندوق النقد الدولي بعد هذه الإشادات وبعد هذا التعاون المالي والاتفاق اللي تم بين مصر وصندوق النقد. التعاون المستقبلي بتشوفيه هيكون إيجابي بعد كل هذه الإشادات؟ بتشوفيه إزاي في الفترة القادمة؟ أولا أنا عايز أقول إحنا شركاء في الصندوق، مؤسسين، احنا لما بنلجأ له ده حقنا، احنا ما اسسناش او ما دخلناش عشان نقول احنا مؤسسين بشكل يعني شراكه، لا ده حقنا. لما دخلنا الصندوق حطينا خطه، حطينا عشان ناس كتيره بتروج ان الصندوق فارض علينا شروط، ده مش صح. احنا حطينا خطه للاصلاح الاقتصادي، عشان كده هي اشادت بالشعب المصري وعظمته انه حط خطه شديده بسرعه نفذها واستحمل. وعمرنا ما تأخرنا في أي اسم لأي مؤسسة عالمية سواء الصندوق أو غيرها، ولذلك مستقبل التعاون معها إحنا باستمرار هنقعد نتعاون مع المؤسسات الدولية. إحنا عاوزين نعمل إنجازات أكبر بكتير في الفترة الجاية، فإن شاء الله ده يدينا عندها زي ما بيقول إدج إن إحنا إذا احتاجنا نقدر ناخد تاني بالشكل اللي يريحنا، وإيه وعندنا المصداقية في البلد. نعم بشكر حضرتك، شكرا جزيلا ليكي النائبة الدكتورة بسنت فهمي. أيضا هاتفيا ينضم إلينا دكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي. دكتور كريم صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك دكتور كريم. اكيد حضرتك تابعت البيان الخاص بكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي والاشاده بخطوات البرنامج الاقتصادي المصري. خلينا نراجع مع حضرتك بعض الجمل اللي صدرت في البيان الخاصه يمكن بتراجع مساله العجز الميزانيه في اتجاه هبوطي زي ما كريستين لاجارد قالت، وايضا التضخم في طريقه لبلوغ الهدف اللي حدده البنك المركزي، ونسبه البطاله وهي نسبه مهمه جدا انخفضت وصلت لي 10%. ازاي حضرتك بتعلق على الارقام دي؟ ازاي حضرتك بتعلق على الجمل دي والتصريحات المهمه من كريستين لاجارد؟ يمكن طبعا يعني احنا بنعتبره يعني تصريح مشجع وتصريح متفائل من كريستين لاجارد، ما اكدت يعني انه تم اعتماد المراجعه الرابعه واوصت بالشريحة الخمسة. يمكن الشريحة الخمسة تأخرت بضعة أسابيع، ولكن في النهاية تم اعتمادها نتيجة يعني يمكن أن المراجعة الرابعة أكدت أن مصر قامت بالدور المنوط إليها، وأشادت كمان وقالت أن معدل النمو الاقتصادي في مصر هو الأعلى في المنطقة. وأيضا ليس فقط يعني التصريحات أو المؤشرات الإيجابية ليس فقط في ارتفاع معدل النمو، ولكن احنا شفنا لما رئيس الوزراء في منتدى ديفوس الاقتصادي قال واتكلم عن تقرير منظمة الاستثمار العالمي ان الاستثمار في مصر ايضا من اعلى معدلات الاستثمار في المنطقة بالرغم ان الاستثمار العالمي انخفض 20%. يبقى اذا احنا لدينا ظاهرتين في مصر، ان معدل النمو من اعلى المعدلات في المنطقة رغم انخفاض معدل النمو العالمي، وايضا الاستثمار في مصر من اعلى معدلات الاستثمار في المنطقه مع انخفاض ايضا الاستثمار. يمكن من كلام حضرتك يا دكتور كريم بفتكر كمان انه احنا كنا بنعرض دايما فيما يخص الاقتصاد تقرير التنافسيه العالميه في كل شيء، في مساله التضخم، في مساله البطاله، معدلات النمو، في كل حاجه، حتى في كل القطاعات. ترتيب مصر اختلف تماما في تقرير التنافسيه. طبعا تقرير التنافسية العالمي اللي صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يعني ده يعني من المؤشرات والمؤسسات الدولية المهمة جدا اللي بيشوف يعني اللي بيشوف ان هي الاجراءات المشجعة والتسهيلات اللي بتقوم بها الدولة علشان تنمي من مواردها المحلية وتنمي من قدرتها على التعامل مع يعني المتغيرات الاقتصادية العالمية. كمان يعني احنا شفنا ان تقرير التنافسية العالمية اللي وضع مصر في التقرير الاخير وخلاها رقم 94 عالميا بعد ما كنا السنة اللي فاتت 100 وقبلها كنا 118. اذا يعني تقدير مصر او وضع مصر في تحسن مستمر، وده طبعا مدعوم ب مؤشرات فرعيه زي كبر السوق المصري دائما وابدا. اي شركه لما تيجي بتخش دوله طبعا بتنظر لحجم السوق بتاعها، احنا عندنا سوق كبير وعملاق اكثر من 100 مليون. ايضا البنيه التحتيه والمرافق في مصر خدنا فيها ترتيب متقدم ومتقدم متقدم جدا، وايضا التشريعات وبيئه الاعمال اللي موجوده في مصر
كل دي عوامل ايجابيه طبعا بتساهم في، يعني انت لما تيجي تتكلم عن صندوق استثمار او تتكلم عن شركه كبيره عايزه تخش مصر بتطلع على تقرير التنافسيه العالميه. حتى احنا كنا تابعنا من اسبوع تقريبا عوده شركه مرسيدس لمصر مره صح. اخرى قرار مشجع، وده طبعا دي كلها في النهايه عوامل مشجعه وبتدعو او بتخلي كل الشركات العالميه ان تحذو حذو شركه مرسيدس. يعني في اصلاحات كثيره وفي اخبار كثيره ايجابيه كانت في الفتره الاخيره، ده ان كان ده اللي يدل على ان مصر تسير نعم. الطريق الصحيح. نعم بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور كريم العمده الخبير الاقتصادي. نروح لخبر رياضي، وهو انه حقق الثنائي المصري علي فرج ونور الشربيني ارقاما تاريخيه في بطوله جي بي مورغان الدوليه المفتوحه للسكواش واللي استضافتها نيويورك بالولايات المتحده الامريكيه خلال فتره من 16 ل 24 يناير الحالي في نسختها ال 19 بعدما توج البطل المصري باللقب للمره الاولى في تاريخه، في الوقت اللي توجت نور الشربيني باللقب للمرة الثالثة في تاريخها. هو الرقم اللي بيتحقق لأول مرة في تاريخ البطولة، تتويج لاعب المنتخب الوطني جاء على حساب زميله محمد الشرباجي بعد مباراة كبيرة نجح خلالها في تقديم أداء مميز رفقة زميله محمد الشرباجي، وهذا في اللقاء اللي جمعهم في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة ليتوج باللقب الـ14 له خلال مسيرته. الفوز جاء بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في مباراة امتدت لـ84 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط 12-10، 11-6، 6-11، 3-11، و8-11. من المنتظر أن يحل على فرج بديلا لمحمد الشرباجي في صدارة التصنيف العالمي للسكواش مطلع مارس المقبل عقب تتويج بلقب البطولة. نجح في إنهاء فارق النقاط الذي كان بينه وبين الشرباجي عقب الفوز بلقب هذه البطولة. في منافسات السيدات توجت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني والمصنفة الثانية عالميا بلقب البطولة ذاتها، وده عقب الفوز على زميلتها رنيم الوليلي لاعبة نادي وادي دجلة والمصنفة الأول على العالم. فازت الشربيني باللقب الثالث لها في البطولة على حساب رنيم في اللقاء اللي جمعهم في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة بالأمس بعدما نجحت في الفوز بـ3 أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 38 دقيقة، وده كان بواقع 11-9، 11-8، 11-8. نجحت نور في تحقيق رقم قياسي جديد بالتتويج باللقب الثالث ببطولة مورغان، ولم يسبق أن حققت أي لاعبة اللقب على مستوى السيدات لـ3 مرات، وده بعدما حققت اللقب أعوام 2016، 2018 وأخيراً 2019. بالأمس انتشر مقطع فيديو على مواقع أو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لسيدة بتطلب من طفل الخروج من الشباك والتسلق إلى بلكونة الشقة، وده عقب نسيان مفاتيح الشقة من الداخل وإغلاقها في مشهد غاية في الخطورة. ألقت قوات الأمن القبض على هذه السيدة اللي ظهرت في الفيديو واللي عرف إعلاميا بواقعة طفل البلكونة، تم اصطحابها إلى قسم الشرطة وده بعد ما تقدم خط نجدة الطفل ببلاغ ضدها. كانت إدارة نجدة الطفل المجلس القومي للطفولة والأمومة تقدمت ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق للتحقيق في هذا الفيديو، ويحبس رواد مواقع التواصل الاجتماعي حبسوا أنفسهم وهم بيشاهدوا طبعا هذا الفيديو أثناء طبعا تعرض السيدة أو طلب السيدة للطفل للتسلق، وده عرضوا لخطر السقوط لما دفعته لمحاولة التسلق طبعا من نافذة الجيران إلى البلكونة الخاصة بشقتها طبعا، وده كان هدفه أنه يعني يدخل الشقة ويجيب المفاتيح. خلال الفيديو اللي لم يستغرق دقيقة وبضع ثواني بيبكي طبعا خلاله هذا الطفل، بيصرخ وهو خايف من السقوط دون أي رد فعل من السيدة اللي استمرت في محاولة دفعه للتسلق. حاول بعض الجيران ان هم يلتقطوا الفيديو، وواحد فيهم فعلا هو اللي صور الفيديو وكانوا بيحاولوا ان هم يوقفوا ما يحدث خوفا على الطفل.
بعد هذا الفاصل هيكون معانا في استوديو هذا الصباح الكاتبة الصحفية هناء عبد الفتاح، المنتج الفني لفيلم سيرة الشهيد. هنتكلم معاها طبعا عن قصص الأبطال ومعاناة أسر الشهداء وكواليس التحضير لهذا العمل المميز. خليكم معانا بعد هذا الفاصل. فكرني بأحمد، أحمد عايش معايا، أحمد ما سابنيش، بروح أقعد معاه وأحكي له عمر عمل كذا وكلمت كذا وكأنه قاعد معايا. كانوا عايزين يتجوزوا زي الشباب كده ويفرحوا، بس ما تمتعوش، تمتعوا في السماء. الليل بيعدي صعب، الليل مش بنام فيه نص ساعة. أنا صعب عليا أفرق الشهادة دي من عند ربنا ومش خسارة في بلدها، هي بس نكات غالية عليا شويتين. إسلام راح بجسده بس روحه معايا، وحشني فيه كل حاجة، بس هو في مكانة كويسة دلوقتي أي حد يتمناه. كل الناس نفسها تروح الجنة، وأحمد ربنا اختاره وخده شهيد وفعلا راح الجنة، وربنا اللي قال كده إنهم أحياهم عند ربهم يرزقون. تخيلي إن أمي تدفن ابنها بإيديها، أنا كنتش أتوقع ولا تخيل عمري إن أنا أدفن ابني. قصص ملهمة لشباب شايلين حياتهم على كفهم علشان يحموا مصر طبعا من الإرهاب، بيخرجوا من بيوتهم مش عارفين، رايحين شغلهم طبعا، بيأدوا مهمتهم، بيأدوا واجبهم، مش عارفين هيرجعوا ولا لا، لكن هو ده كل التفاصيل دي ما بتهمهمش، هما كل اللي بيهمهم ان هم يحموا بلدهم، يحموا شعبهم من الإرهاب. طبعا بيحاولوا ان هم يحافظوا على أمننا وأمن مصر، أمن المصريين كلهم. كل واحد من الشهداء اللي ضحوا بحياتهم من أجل مصر بتعمل عنه كتاب وحكاية بنفضل نتعلم منها ونتكلم فيها سنين وسنين. يمكن ده اللي رصده فيلم سيرة شهيد، واحد من الأفلام المميزة من إنتاج إعلام المصريين واللي قدر يتناول سيرة مجموعة من الشهداء اللي ضحوا بأرواحهم فداء لمصر، من بينهم شهداء من القوات المسلحة والشرطة طبعا، وأيضا شهداء من المدنيين مثل طبعا أحداث مسجد الروضة. رغم رحيل هؤلاء الشهداء عن عالمنا، لكن أكيد هم أحياء طبعا عند ربهم، لسه سيرتهم وعملهم البطولية حية معانا ولسه عايشة معانا ولسه بنتكلم عنها، وهنتكلم النهاردة عنها في هذا الصباح من خلال فيلم سيرة شهيد، من خلال ضيفتنا النهاردة منورانا في استوديو هذا الصباح الكاتبة الصحفية هناء عبد الفتاح، المنتج الفني لفيلم سيرة شهيد. أهلا بك. صباح الخير. عاملة إيه؟ إيه الأخبار؟ الحمد لله تمام. طبعا احنا كلنا شفنا الفيلم، والفيلم اتعرض في كل القنوات والناس شافته. احنا عايزين نعرف الاول، حضرته ازاي للفيلم؟ فكرتي فيه ازاي؟ الفكره، التنفيذ خد وقت قد ايه قبل بدء التصوير وقبل المراحل التنفيذيه؟ والله الفيلم ده كان كل حاجته متسهله سبحان الله، يعني ما خدش وقت طويل واحنا بنحضره، احنا حضرناه في اسبوع، حطينا افكاره وحضرناه في اسبوع، وبدانا نعمل الاتفاقات بتاعه التصوير والكلام ده، صورناه في اسبوع ويومين يعني ما كملناش اسبوعين تصوير كمان. سبحان الله كانت الدنيا سهله جدا وما خدناش فيه وقت طويل يعني، وكنا مركزين اهم حاجه علشان الفيلم يطلع مميز والشغل يطلع مختلف عن كل الشغل اللي اتعمل عن الشهداء قبل كده، ان احنا ندخل في السيره الذاتيه للشهيد من وهو لسه طفل بيبي مولود لحد لما كبر ومرحله طفولته وصباه وشبابه، حتى الاستشهاد وبعد الاستشهاد كمان دخلنا في بيته، حياته اسرته عامله ازاي بعد ما استشهد. فكنا مجمعين دراسه، مش هقول ان احنا كنا مجمعين حالات، لا ده كل شهيد عملنا عليه دراسه فوكس جامد جدا، فقدرنا نطلع ماده كويسه عرفنا نعمل منها الفيلم الحلو ده. التصوير كان صعب كان سهل؟ التعاون اسره الفيلم كنتوا عاملين ازاي؟ اسر الشهداء يعني احكي لنا شويه عن الكواليس. الكواليس كانت عن الاسر هنتكلم طبعا، بس انا عايزه اعرف كواليس انتوا كفريق عمل كفيلم.
الفريق كان متعاون جدا وناس جميله جدا، وانا اتشرفت جدا بالشغل معاهم. وعايزه اقول لك هو ده اللي بيطلع شغل كويس، لما يكون روح الفريق كلها دماغ قريبه من بعض، والناس بتتعامل بهمه ونشاط وعندها حماس، الشغل يطلع جميل جدا. وده اللي حصل فعلا. الحمد لله كنا محظوظين ان احنا كلنا ناس متفاهمه وناس شاطره وناس بتحب شغلها قوي، فحضرنا بسرعه وكنا واخدين المواعيد ورا بعض ورا بعض، وكنا بنسافر، رحنا الشرقيه ورحنا المنيا ورحنا المنوفيه ورحنا وهنا في القاهره، ما خدناش راحه على طول، كل حاله وراها حاله على طول، ما خدناش وقت. جهناء، التصوير مع اهالي الشهداء، اسر الشهداء تحديدا، بكل طبع خاص يعني، ايه الصعوبات اللي قابلتك وانت بتسجلي معاهم، خصوصا انه الفكره كمان انه انت ما بتقدريش تسيطري على مشاعرهم، ما بتقدريش تسيطري عليهم وهم بيحكوا عن ذويهم، ازاي اتعاملتي مع اسرهم؟ هو مفيش صعوبات، هو في اندهاش. انا قبل ما اتعامل، انا ده اول احتكاك مباشر ليا مع اهل الشهداء، دايما كنت بشوفهم الشغل بتاعهم معروض في الميديا يعني، لكن اول احتكاك مباشر ليا كنت حتى رؤية ان ام الشهيد لما نروح لها هنلاقيها ممكن تنهار منهارة، ما تقدرش تكمل تصوير. فقلت لهم يا جماعة احنا هنصور معاها يوم في البيت ويوم تاني نروح المقابر، علشان ما نقدرش ناخدها في نفس اليوم، ممكن تتعب مننا، ممكن تقع. ده كان تصوري. الموضوع على الارض كان مختلف جدا وما حصلش الكلام ده خالص، وام الشهيد كانت مستعده انها تصور من الصبح بالليل وتروح المقابر وكله في نفس اليوم، ما عندهاش اي مشاكل خالص. وده اذهلني يعني، انا كنت فعلا فعلا الناس دي، انا كنت في الاول متصوره ان ربنا بيختار الشهداء، لا وكمان اسر الشهداء يعني عاملين بطولات لا تقل عن بطوله اولادهم. جابوا في اختبارات الايمان بالله والوطنيه الدرجات النهائيه. مفيش واحده فيهم، صحيح في حزن ما ننكرش اكيد طبعا، لان ده يعني ده شيء بديهي ومنطقي طبعا، ضناها بس في حزن، بس مفيش انكسار، مفيش انهيار، في دموع بس في ثبات وفي ايمان وفي قوه وطنيه وقوه ايمان بالله، وعارفين كويس قوي ان ابنهم مؤمنين ان هو في مكان افضل وانه في الجنه وان هو هيستناهم ياخد بيدهم للجنه. فتلاقيهم حزنانين بس قوه وصبر وصمود مدرسة. يمكن الكام يوم اللي فات واحنا بنحتفل بعيد الشرطة وحتى مع احتفال الرئيس وتكريم عدد كبير من أسر الشهداء، شفنا احنا ده كلنا يعني، احنا شفنا فعلا حالة من الثبات غير طبيعية مذهلة. فكرة انه الأم أو الزوجة يبقوا بيحكوا عنه، بيحكوا عن تفاصيل حياته وهم ثابتين، حتى الأطفال، الأطفال برضو دي كانت حاجة غريبة يعني. احنا كنا بنتكلم مع طفلة أحد الشهداء، هي كانت بتتكلم وهي فخوره جدا يعني، وزمايلي في المدرسه بيقولوا لي. اتعاملتي مع اطفال وشفتي اطفال شهداء؟ لا الحقيقه احنا ما تعاملناش مع اطفال، ما كانش متسجل في الفيلم. انا عارفه، بس انا اقصد اتعاملتي لما روحتي سجلتي مع امهات شهداء، او ما شفتيش اولادهم؟ ما شفتيش؟ لا ما شفناش اولادهم، ما تعاملناش مع اولادهم، احنا تعاملنا مع الام. بس عندي مواقف يعني جامده جدا، الواحد يقف قدامها ويقعد يفكر كتير الناس دي فعلا يعني. مثلا الست ام اسلام، بصي انا حريصه قوي على اقول الست ام اسلام ليه؟ لانها نموذج يعني، لازم تتقال الست ام كده، نموذج لازم الواحد يتعلم منها. اسلام مشهور، اسلام مشهور. دي حاله خاصه كنا هنتكلم عنها، فكنت هقول لك يعني احكي لي تحديدا عن اسلام مشهور واسرته. اسلام مشهور كان قبل ما يدخل العمليات الخاصه كان ضابط في الامن العام، وكان في قسم الشرطه اللي جنب بيتي، انا ساكنه جنب قسم الشرطه، وهو كان في القسم اللي جنبي على طول، وكنت بشوفه يعني وانا نازله وانا طالعه من الشباك كده بشوفه موجود يعني، وكنت بشوف تصرفات مواقف ليه بيعملها كلها خير وجمال. انا لما استشهد وشفت صوره على الفيسبوك، مش الضابط ده اللي في القسم اللي جنبنا، فطبعا صدمه، لانه لما الحاله بتبقى قريبه منك قوي بتبقى صدمه، حتى لو انت ما تعرفيهوش. حسيت شوك جامده جدا، وبعدين كمان انا شفته عمل حاجات كويسه قدامي يعني، هو يعني حاجه كده خدتني جدا. فكان اسرته تواصلت معايا، انت كنت بتشوفي اسلام؟ شفت اسلام عمل كذا وكذا وكذا، طب احنا كنا عايزين نكمل اللي هو بيعمله. فالمهم يعني كنت حتى في دماغي ان اول ما اعمل حاجه عن الشهداء لازم يكون اول حاجه افكر فيها اسلام، لان انا شفته بعيني قد ايه هو انسان كويس جدا. والده اسلام قالت لي انا بتعب وبيبقى عندي حزن لما بتكلم، بس انا مش هبطل اتكلم ابدا عن اسلام طول ما انا عايشه، واي وقت اي ميديا واي في ميديا وبره ميديا وفي كل الدنيا لازم اتكلم عن اسلام. طب تخلينا نتكلم عن اسلام اكتر بعد ما نشوف مقطع من الفيلم. اتفضلي. طيب اوكي.
كان متربي في أسرة باباه كان جيش وأخوه شرطة، فكان حاطط في دماغه إنه هو ما يكبر ويخلص ثانوية عامة إنه هو يقدم أي كلية عسكرية. والحمد لله قدمنا في كلية الشرطة وابتزل الاختبارات وكان له نصيب إنه هو يقبل في كلية الشرطة. دخل أمن عام الأول فقضى سنتين في الأمن العام، بس هو برضو كان في دماغه ان نفسه يروح امن مركز عمليات خاصه، لان اخوه برضو كان امن مركز عمليات خاصه، فربنا حقق له رغبته. يعني جه ترشيح من الامن المركزي ان عايزين ضباط. يعني الامن المركزي هو حاسس ان هو كان شايف في نفسه ان هو عنده استعداد ان هو يطلع مأموريات، حاسس انه ممكن يخدم بلده واهله في مكان زي. نكمل كلام عنه. انت واضح ان انت كنت مهتمه فعلا جدا، لانه فعلا واضح انه عارفه دايره المعرفه لما بتبقى قريبه قوي فعلا بيبقى الخبر مفاجئ وصادم، وبتحس ان انت عايزه تقدمي اي حاجه، عايزه تعملي له فعلا. لا انا ما كانش عندي تعامل مباشر معاه خالص، بس كنت بشوفه يعني يعتبر كانه جار. يعني هو كان جاري فعلا، لان البيت جنب الاسم بالظبط. البيت جنب الاسم بالظبط، كنت بشوفه كتير وكنت بشوف بقى الحاجات دي، فبصراحه اتعاطفت معاه جدا وقلت طب لما انا بس عشان كنت بشوفه كده اتاثرت، امال اهله عاملين ازاي ولاده. ما كنتش عارف ان هو كان خاطب، يعني لما عرفت ده بعد كده لما قابلت اسرته. بس فعلا لا، اهالي الشهداء بيتحطوا في اختبار صعب جدا بعد فقدان ضنهم. تعاملتي ازاي مع اسرته لما سجلتي معاهم؟ كان ايه المواقف المهمه الملفته اللي اتكلموا معاكي فيها؟ حكوا لك ايه يعني بره الكواليس؟ حتى احنا شفنا الفيلم، لكن بره الكواليس كان ايه الحكاوي؟ لانه السمه المميزه اللي سمعناها من اهالي الشهداء ان هم كان ليهم مواقف الحقيقه انسانيه بعيدا عن الشغل، يعني كان ليهم مواقف انسانيه كلهم بيشتركوا في المواقف دي. حكولك ايه عن اسلام؟ والدة اسلام اكتشفت بعد استشهاده حاجات كتيره خير كان بيعملها وما كانش بيقول لحد. يعني هي بقت تكتشف وبقت تكمل بقى، اللي تعرف ان ده اسلام كان بيمشي فيه هي تكمل. كان بتحكي قد ايه هو كان انسان طموح وما كانش حابب فكره ان هو يبقى موجود في الاسم بيعمل محاضر لا هو كان عايز يروح العمليات الخاصه علشان يخدم بلده من موقع فيه يعني تحرك اكتر من كده. وكان حريص على ده، وكان حابب قوي فكره الشرطه لان باباه كان في لواء جيش واخوه شرطه عمليات خاصه برضو، فكان حابب يكون بيكمل نفس المشوار معاهم. زيه زي اي شاب، كان خاطب وكان نفسه يعني يكمل حياته ويستقر وكده، وكان البيت اللي والدته قاعده فيه دلوقتي هو اللي كان هيتجوز فيه المفروض. وقد ايه كان مالي عليها البيت، هو اخر اولادها. أولادها كلهم اتجوزوا، هو آخر واحد، وكان يعني معاها طول الوقت وكده، بتتكلم طبعا عن مواقفه معاها وعن اهتمامها بيه وعن كل حاجة في حياته وقد ايه الدنيا يعني بعد. صحيح اختلفت كتير بعد وفاته، بس هي بتكمل الحاجات اللي كان بيبدأها إسلام. غير إسلام، ايه الحاجات الملفتة التانية اللي استوقفتك أو اللي وقفتي عندها شوية وحسيتي فعلا انها ملفته؟ يمكن اسلام حاله خاصه لان انت زي ما قلتي كنت متعوده بتشوفيه على طول، لكن ايه الحالات التانيه اللي وقفتي عندها وبرضو اذهلتك؟ او والده حسنين انا يعني ما كنتش متوقعه، او يعني ايه ده، مش مصدقه القوه اللي ما شاء الله عليها بجد. انسانه عظيمه جدا وقويه جدا. وبعدين حتى هي في الفيلم بتقول لي ما عندهاش هي غير حسنين، هو احمد ومحمود. قالت لي انا هقدم لمحمود برضو علشان يجيب حق اخوه ويبقى عندي شهيد تاني عشان ادخل الجنه. يعني ما عندهاش غير ولدين بس، واحد استشهد وعايزه تقدم للتاني، وما عندهاش مانع ان التاني كمان يستشهد عفوا فداء للوطن علشان يجيب حق اخوه وعشان يبقى عندها اتنين شهداء. وبعدين كمان قالت لي، بقول لها استقبلتي، وانا بسالها استقبلتي ازاي خبر وفاه احمد؟ قالت لي بكل قوه وصبر وثبات. وقالت لي ان هي كمان والده كان جايب بدله عشان يحضرها في خطوبته، هو كان هيرجع الاجازه يخطب فلبسها وهو رايح يستلمه. وقالت لي ان هي الستات كانت بتصوت وحاجات كده، هي زغرتت لهم، راحوا كلهم مزغرتين وكانت زفت عريس فعلا. فده مشهد انا وقفت عنده كتير، يعني ما لا يمكن كنت اتخيل ابدا ان في ام ممكن تكون بالقوه والثبات ده ابدا في مع موت ابنها. فعلا اهل الشهداء يعني حاجه اتعلمت منها كتير، تجربتي معاهم مفيده قوي ليا.
انا يمكن زمان ما كانش فيه فكره رصد التفاصيل دي في فيلم، رصدها بالصوت والصوره بالفيديو، الحاجات دي بتبقى مؤثره جدا للناس، يمكن بتعلم في الناس اكتر من ان هم يقروها. يعني احنا قرينا كتير عن بطولات الجيش في الحرب، لكن الفيديو بيثبت الموضوع، يخليك تحس اكتر بيه. بتحسي انه الفيلم كان ليه صدى، كان ليه تاثير، بتحسي انه الناس تفاعلوا معاه، الناس تاثرت فعلا بيه؟ انا كميه المكالمات اللي جات لي بعد الفيلم ده غير طبيعيه، بس كلهم بيعيطوا كلهم مش مصدقين، ويعني الفيلم حلو قوي بس وجع قلبنا قوي. يا جماعه احنا مش عايزين نوجع قلبكم، احنا عاوزين بس نكرم الشهيد ونقول له ونبرز البطوله اللي عملها ونقول له شكرا. وعلى فكره يعني احنا كان اختيارنا للناس اللي صورنا معاهم هو شريحه من المجتمع المصري كله، احنا معانا المسلم ومعانا المسيحي ومعانا الرجل ومعانا المراه ومعانا اعمار مختلفه واتجاهات مختلفه، شرطه وجيش ومدنيين. فاحنا الفيلم بتاعنا مشرح مصر كلها، يعني متكلم عن كل البيوت بشكل عام، فهم تأثروا بيه لانه ما فيش حد اتفرج غير لما يقول اه ده جاري، اه ده اخويا، يعني لازم يلاقي حد يعرفه في النموذج ليه موجود في الفيلم يعني. بس كان حاجه كتجربه هايله جدا. طيب فيما يخص المدنيين، الشهداء المدنيين، راحوا طبعا نتيجه اعمال ارهابيه طبعا، بتشوفي تعاملتي ازاي مع اهليهم؟ تعاملتي ازاي مع الجزئيه دي تحديدا؟ بعيدا عن الشرطه وتضحيات الشرطه والجيش، كمان بنتكلم عن ناس من الشعب راحوا ضحيه اعمال ارهابيه. احنا صورنا مع والده الشهيد امير مجدي، ده شاب صغير كان عنده طموح كبير قوي وكان طول الوقت اهو. دول بقى يعني عارفه اللي هو ده مش شغلهم، ولا يعني الشرطي او الفرد بيبقى عارف، بيبقى عارف. حتى احنا بنقول ان هم دايما بيبقوا مستعدين للشهاده واهلهم بيبقوا متوقعين ده. ايوه كتير منهم بيبقى كاتب على صفحته، تخيل يعني قبل اليوم اللي بيستشهد فيه بيبقى كاتب على صفحته ان هو هيستشهد. لكن المدنيين ما بيبقوش عارفين، هو بيبقى رايح يصلي، بيبقى رايح مكان يعمل اي حاجه وبيحصل كده. فازاي اتعاملتي مع الحالات دي ومع اسرهم؟ يعني امير كان الابن الاول عندها، وكانوا هم والده كان بيعتمد عليه كانه هو اخوه مش والده، لان هو البكري يعني. وكان عنده طموح كبير جدا، وكان طول الوقت يكلمه انه مش عايز يضيع وقت خالص في حياته، وعايز يعمل مشاريع ويمشي، يعني كان بيخش في 100 حاجه في وقت واحد، سبحان الله يعني. هو حرصه على الصلاه خلاه في اليوم ده متلهوج قوي وعاوز يروح يصلي، ما استناش حتى اخوه يروح معاه، وما كانش راضي يصبر ولا يقعد خالص. واول ما راح حصلت الحادثه. عايز اقولك لما صورت مع والده امير، هي كانت انا لقيتها مجهزه لي الهيستوري بتاع امير كله من اي من وهو لسه مولود، كتابات بخط ايده من وهو لسه في ابتدائي، فايل كبير قوي لقيتها مجهزه لي. وكانت ست طول الوقت بتتكلم عن الرضا، انا راضيه، انا صابره، انا ما عنديش مشكله لو ده اللي هيجيب حق الشهداء كلهم، الدنيا قامت وما قعدتش بعد اللي حصل في سينا وحق الناس بيرجع، فانا راضيه وصابره ما فيش مشكله. لما خلصت معاها تصوير لقيت والد الشهيد منهار، وهي ما شاء الله يعني الست كانت قويه جدا وحموله جدا وصبوره جدا. هي القاسم المشترك في كل الحالات انك بتتعلمي قوه وصبر وإيمان، أي حد محتاج يتعلمها. اللي اتفرج يتعلمها على طول. خليني أرجع معاكي تاني للحسنين تحديدا، لأنه في جزء إحنا هنعرضه من الفيلم. أنت اتكلمتي عن حسنين طبعا واتكلمتي عن والدته، بس خلينا نعرض الجزء الخاص بحسنين وارجع تاني نكمل الكلام عنه. يلا. البداية نفسه يطلع ظابط، خلص ثانوية عامة وبعدين ربنا كرمه ودخل كلية هندسة، وبعدين قال أنا عايز أدخل في الكلية الحربية. أول سنة تقدم بس في تاني سنة دخل، وربنا كرمه فعلا وحقق أحلامه ودخل. قالوا لي إن هو قال ده كان في واحد زميلي كان اسمه أحمد خالد زهران وكان في الكلية الحربية وتخرج، فطبعا أول ما تخرج فأحمد راح نام مكانه على سريره، وفوجئ بعدها ان هو مات شهيد في سينا. اول ما جه يتكرم في حفله، لان احمد كان عنده لياقه بدنيه عاليه، فرفع ايده قال له يا فندم انا عايز ادخل سينا واخش سلاح الصاعقه، وفعلا صدق له انه يدخل سلاح الصاعقه ويروح سينا قبل ما يتخرج من الكليه اصلا.
كان ايه المميز وانت بتسجلي مع والده حسنين؟ اكتر حاجه مميزه طبعا اتكلمت عن الثبات وعن فكره التقبل مساله الشهاده، لكن كان ايه المواقف او كان ايه ابرز حاجه قالتها لك عنه؟ هي خدتنا بعد ما خلصنا فتحت لنا الدولاب، البدل بتاعته كلها اللي كان بيستعملها من وهو طالب، شوفوا رسوماته، كان بيرسم وكان بيعمل رسومات حلوه كده بايده يعني، ورثها لنا. صوره في كل البيت من تحت في الجنينه واحنا طالعين، مش صورته هو لوحده يعني، هي جايبه كل اللي استشهدوا معاه في نفس الحادثه وحاطه صورهم معلقاهم في جنينه البيت تحت وبتوريها لنا، وبصوا حاطين له هنا ايه يعني. كانت مفيش تفصيلة صغيرة مهما كانت صغيرة تخص حسنين لما عرضتها علينا، علشان عاوزة يعني بتتباهى جدا ببطولة ابنها وبانها ام الشهيد، وهي شايفة ان ده تكريم كبير قوي من ربنا، ومش اي حد فعلا بينولها. هي سعيدة بتكريم ربنا لابنها وليها. طيب خلينا نتكلم معاكي عن تأثير، يمكن في دول كتير ما عندهاش الفكرة دي، ما عندهاش فكرة ان هم يجسدوا حياة أبطالهم، حياة الشهداء اللي يضحوا بحياتهم عشان بلدهم. احنا عندنا هنا بنعمل ده وبنجسد ده وبنعرض ده دايما، ازاي ممكن ده يكون ملهم للأطفال وللشباب اللي موجودين؟ التوثيق ده اهم حاجه. طبعا لازم الناس تعرف ان كان عندنا ابطال وعندنا شهداء ضحوا، ونحكي وكل واحد يحكي عنهم لاولاده، اللي بيتفرج يحكي لاولاده عشان ولاده يحكي لاولادهم. ما هو ده لازم، ده واحد ساب بيته وساب حياته وساب ولاده يعني. حتى كان في مكالمه لشبراوي وهو بيقول لابنه انا هرجع من الاجازه هعمل لك عيد ميلاد كبير وكلنا نقول كل سنه وانت طيب لعمر وكده، وهو قال له ميرسي يا بابي وما اعرفش ايه. طب ما هو ما رجعش وعمر ما تعملوش العيد ميلاد. طب هي دي حاجه مش المفروض ان لازم نوثقها ونعرفها للناس كلها عشان الناس تفتكره وتفضل تترحم عليه وتفضل تتباهى بيه؟ لا، لازم طبعا نوثق بطولاتهم. وعلى فكره مش لا يمكن يكون ده ممكن يكون ده بدايه لافلام تانية عن شهداء تانيين. الشهداء كتير جدا والشغل فيهم يعني مجال فيه واسع قوي. في ساعات كتير جدا انت سجلتيها، يعني لما بنتكلم عن فيلم بالحجم ده بنتكلم عن عدد كبير من الاسر، عدد كبير من الوقت والساعات، وخدتي طبعا يمكن في المونتاج او يمكن في لما بتخرج الصوره النهائيه بتختاري حاجات معينه، ايه الحاجات اللي ممكن تكون انت اختزلتيها او اختصرتيها وعرضتيها للناس الناس مش عارفاها، او الناس حاجات انت سجلتيها، حاجات انت تعاملتي معاها ولسه ما اتعرضتش في الفيلم بس انت حابه انك تقولها لنا يعني؟ والده الشاهدين بيشوي وصموئيل هم ولادها الاثنين اخوات، كانوا في حادثه ليبيا اللي هم تم اغتيالهم على ايد تنظيم داعش في ديرنا في ليبيا. انا شفت منها ان هي يعني هي حتى ما دعتش على الارهابيين اللي عملوا كده. هي كل الحكايه تفكيرها في ولادها، انا ما بنامش كويس، انا انا طول الليل بيعدي عليا صعب، ولكن طب انت ايه، انا مش بفكر اصلا في مين اللي عمل كده اساسا يعني. هي عندها ايمان قوي بان هي ولادها عرسان في السماء، وان ولادها هم مش مظلومين ولا حاجه، بالعكس ده تم ارتفعوا لمكانه افضل بكتير، فما بتحقدش على الارهابيين اللي عملوا كده في ولادها. ودي كانت حاجه صدماني جدا يعني ايه، لا مش مفكره فيهم خالص، بالعكس ده هم ايه ممكن تكون شايفاهم كمان ساعدوا في ان ولادها بقوا عرسان في الجنه. طيب احنا معانا فيديو الشهيد الخاص بالشهيد احمد الشبراوي، خلينا نشوفه ونرجع نتكلم عنه. يلا اتفضلي. انا لاغيه فكره الاستشهاد دي بتاعت احمد خالص من دماغي. عندي يوم الاستشهاد برضه لا مش عاوزه اصدق يعني. اما افتكرت بعد كده يدخل ورايا المطبخ، والله يا ماما ده انا زعلان قوي، واحد من اصحابنا استشهد ومش عارفه ايه، يا حبيبي ربنا يصبر اهله، يا ريتني الواحد يستشهد يا ماما، حد طايل والله يا ريت الواحد يستشهد. يقول لمحمد اخوه يعني انا مش خايف من الاستشهاد والله، ولا هتفرق عندي، انما انا خايف من الصدمه على ماما وبابا. لو حصل اي حاجه يا محمد خليك جنبهم، الصدمه صعبه يا محمد. عايزه تعمل مع الحاجه هدى ومع يعني تحديدا كان مؤثر جدا.
احمد الله يرحمه شبراوي قبل ما يعني وصى لو جرالي حاجه ما تقولوش ما تزعوش على طول علشان الصدمه على اهلي. فهي الاخبار نزلت في كل حته واسم احمد مش ما نزلش من ضمن الشهداء اللي استشهدوا، فهي كان ده مديها امل ان هو لسه عايش، اسمه ما نزلش بس دي كانت وصيته. ففضلت وقت طويل من الصبح لحد بالليل او المغرب على بال ما جالها الخبر اليقين ان استشهد بتتعذب جدا، وكانت قلقانه جدا ومفيش حد عايز يديها اجابه، يعني مفيش حد عايز يقول الخبر. تمام. فاتعذبت في اليوم ده جامد جدا وتاثرت، حتى هي عيطت واحنا بنصور، وكان موقف مؤثر جدا. والمفارقه كمان ان المقابر اللي اتدفن فيها احمد دي اتعملت، يعني هو استشهد مثلا النهارده، المقابر اتعملت النهارده بالليل، هو جه الصبح اتدفن فيها. يعني سبحان الله كانوا شارينها جديده علشان تبقى مختلفه عن مقابر العائله، كانت بتدهن وهو جاي في الطريق. فهي بتقول كان حاسس، وكان هو اللي مختار المكان، هو اللي كانت عاجباه المكان دوت، الحته اللي احنا رحنا شفناها دي كان شايفها جميل. حتى اخوه بيقول لي احنا كنا ماشيين في المكان ده وقال لي تعالى يا محمد هوريك حاجه. يا عم هتوريني ايه بس؟ قال له لا تعالى بس هوريك حاجه، ايه رايك في المكان ده؟ هو اللي مختار مكان المقابر اللي هيدفن فيها قبل ما معانا تسجيل للشهيد احمد الشبراوي قبل استشهاده، خلينا نشوف. اتفضل. ان احنا نخش مناطق بؤر ارهابيه جديده، وان شاء الله على عهدنا ان احنا نجيب حق كل شهيد على ارض سيناء، ونمسح دمعه كل ام، ونجيب حقهم ان شاء الله. اللهم اني احتسب هذا العمل عندك، واجعله اللهم لي في ميزان حسناتي، واجعله شاهدا لي، لا علي، اشهد ان لا اله الا الله، وان محمد رسول الله، جزيل رجالة، الله اكبر. الموضوع ده شهيد احمد الشبراوي طبعا رحمه الله في موقف خاص عن اولاد الشهيد. هو عنده عمر، ولما استشهد كانت زوجته لسه حامل، يعني كانت قربت تودع، وبعدين كان في صوره ليه هو وزوجته وعمر في جنينه كده. بعد الاستشهاد بنته اتولدت، الزوجه خدت صوره البنت جرافيك ركبتها كانها قاعده معاهم في الجنينه. الست ام احمد قالت لي ان هي عملت كده عشان لما تكبر نقول لها انت كنت معانا يعني وكده. ده كان بالنسبه لي موقف مؤثر قوي، يعني اتحطت عارفه تحس ان هي حاجات مش حقيقيه، يعني لسه بقول لك تحس ان هي مش، يعني انا لو كان حد بيحكي لي الكلام ما كنتش صدقته، يعني قبل ما نمر بالاحداث دي كلها لو كان حد بيحكيها لي ما كنتش صدقته. عمري ما كنت اصدق ان في ام ما عندهاش مانع ان ولادها كلهم يستشهدوا، عمري يعني ما كانش يجي في بالي الكلام ده خالص. لا موجود. الناس دي مدارس، انا باكد وبقول تاني وتالت الناس دي مدارس فعلا، يعني اي حد يتعلم منهم القوه والصبر حقيقي والوطنيه كمان. هناء بتشوفي ازاي احنا كمجتمع كدولة ازاي ممكن نخدم اسر الشهداء دي؟ ازاي ممكن نقدم لهم الدعم؟ هل من خلال التوثيق وان احنا نفكرهم دايما بان احنا فاكرين الشهداء دول وهم في قلوبنا واحنا عارفين مقدار التضحية بتاعتهم، ولا في طرق تانية بتشوفيها؟ مش بس التوثيق ممكن نقدر نعملها، يعني مش توثيق بس، التوثيق ده احد الحاجات اللي ممكن نقول يعني نعبر بيها عن امتناننا للشهداء والاسرهم. احنا المفروض طلباتهم اوامر، يعني لو حد عايز ابنه مثلا يدخل شرطة او جيش او حاجة مكان اخوه، انا اعتقد ان ده المفروض يكون ليه الاولوية. صحيح. لو مثلا في ايفنتات عامة وحفلات تكريم لازم يكون هم الاولوية. ده بيحصل دلوقتي، احنا شفنا في حفلة عيد الشرطة شفنا الرئيس كرم عدد كبير جدا من اسر الشهداء، ولسه احنا سجلنا معاهم كمان وكان ليهم انطباعات ايجابيه جدا عن اليوم ده، ولسه في ناس تاني في حق الشهيد هتتذاع تاني برضو حاجه قويه جدا يعني. لا وكمان يعني انا اعتقد لو في اي حاجات لازم يكونوا هم مستثنين من كل الرولز اللي بتمشي على الناس كلها، اي حاجه لازم تبقى مخفضه ليهم مدعومه ليهم. يعني الوضع بالنسبه لهم اكيد المفروض يكون في استثناء. طيب خلينا نروح تاني للحاجه هدى والده الشهيد احمد الشبراوي بتحكي يوم الاستشهاد او العمليه. يوم الجمعة 7/7/2017 الساعة 10 كده بفتح التلفزيون لقيت صعقت بقى خبر عاجل، الهجوم على الكتيبة 103 جنوب رفح. الله الحاج بسرعة، الله دي كتيبة احمد جنوب رفح ازاي؟ قلت له طيب احمد في العريش،
قال بس الكذبه دي بتاعت احمد. قلت يمكن في جزء منه في رفح، يعني انا عاوز اطمن اطمن نفسي شويه. اللي ايه كتيبه القائد احمد منسي الحاج بقى لا ما فيهاش كلام بقى. فالمهم بدات بقى بالتليفون بقى وانا بعياطي بقى ادور اتصل باحمد، احاول اتصل بالتليفون اعمل كده 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 مفيش. رحت متصله باخته، يا اميره فتحت التلفزيون بيقولوا كاتبت اخوك اتضرب. واتصلت بمراته كانت عند مامتها، راحوا جايين جري يدوروا في مفيش. الكل بيقول ايه يعني ستر ربنا، هم ما زعوش اسم احمد اتبيه هو موصي، لو جرى لي اي حاجه ما زعوش على طول عشان اهلي. ينزل اسماء ناس واسم احمد لا، يديني امل اكتر. تاني عند المغرب طمنونا على احمد، انا مؤمنه بالله بس قولوا لي امشي فين. المغرب قوات قوات الصعقه طبعا الحاج نزل تحت هنا فاتصلوا بي وقالوا لي بقى لله. طبعا انا فوق مش عارفه، البيت انتلى عليا، اهلي واصحابي وزملاتي الناس كلها عرفت وانا انا الوحيده اللي عرفت. يعني حاجه مؤثره قوي. انت تعاملتي ازاي مع هذا التوتر؟ فكره انه يعني وانت بتسجلي مع حد والحد ده مش قادر يسيطر على مشاعره تيالي، وخصوصا لما بيكون في موضوع زي تضحيات الشرطه زي ان هو شهيد. يعني اصلا هي فكره مؤثره من غير حتى ما تسجلي مع حد. والله انا لما قالت الكلام ده عيطت، يعني انا كنت بسجل معاها وعماله احاول امنع نفسي ان انا اعيط علشان هي ما يعني خلاص انا عايزاها تسيطر على الدموع، بس انا لقيت نفسي انا كمان بعيط يعني غصب عني. اصل مشهد مؤثر وكلام مؤثر، وهو وصيته كانت السبب في ان هي يعني الله يرحمه كانت السبب في ان هي اتعذبت على بال ما خدت الخبر. ربنا يسبرك يا ست هدى. انا بشكرك الحقيقه، بنوجه لهم كلهم التحيه وربنا طبعا. انا بس عايزه اقول حاجه اخيره، عايزه اقول ان دي الشباب اللي تشرف، دي الشباب اللي الواحد فعلا يفتخر ويتشرف بيهم. ويا ريت كل الناس تربي ولادها على كده ويبقوا زيهم كده، ويا ريت كل حد عنده ابن عنده تحفظات او مش ماشي صح او يحاول يعرض عليه الكلام ده علشان يشوف الشباب اللي تشرف بجد ويتعلم منهم. بشكرك شكرا جزيلا ليكي. الكاتبه الصحفيه هناء عبد الفتاح، منتجه فيلم سير الشهيد، بشكرك طبعا على وجودك معانا. شكرا ليكي. مشاهدينا الكرام خلص وقتي مع حضراتكم، لكن حلقتنا في هذا الصباح مستمره. سيبكم دلوقتي مع جوله خاصه لهذا الصباح من داخل سجن النساء بالقناطر، اجرتها الزميله اسماء مصطفى. هنشوف خلالها العديد من التفاصيل عن الحياه اليوميه للنزلاء داخل سجن القناطر، وما يقدم لهم من اعمال، وايضا الاعمال اللي بيقوموا بيها وبيتعلموها في هذا السجن، واللي بتساهم بشكل كبير في تحويلهم لاعضاء منتجين وفاعلين في المجتمع وتعيد تاهيلهم مره اخرى. بشكركم شكرا جزيلا. بعد هذا الفاصل تلتقوا مع الزميله اسماء مصطفى ولقاء من سجن القناطر. حيوهم فين ما كنتم واحلفونا خد طرهم تسلموا من كل سوء، حاربوا على كل جبهة يا نموت علشان ترابها يا نعيش راسنا لفوق. حيو اللي ما ساب سلاحه، حيو كل اللي راحوا، واحفظوا كل الوشوش، وكمان قولوا لولادكم في ناس علشان بلدكم ضحوا ما ترددوش. قولوا للدنيا اجمع جاهزين احنا وهندفع، رحنا لو ده المقام معاش ولا كان يا بلدي، كلنا نفس التحدي شعب بدرجة مقاتل. حيوا اللي ما ساب سلاحه، حيوا كل اللي راحوا، واحفظوا كل الوشوش، وكمان قولوا لولادكم في ناس علشان بلدكم ضحوا ما ترددوش. حيوهم فين ما كنتم
واحلفوا ناخد بطرهم تسلموا من كل سوء حربوا على كل جبهة يا نموت علشان ترابها يا نعيش راسنا لفوق اهلا بكم مره تانية كل مشاهدينا في هذا الصباح وبكل تاكيد بنرحب بكل مشاهدي اكسترا نيوز. احنا النهارده حلقتنا من مكان خاص شويه، يمكن ما كناش او بعض الساده المشاهدين يقولوا ليه قررتوا تخرجوا جوه الاستوديو وان احنا نختار هذا المكان على وجه التحديد. في البدايه ان انا بتوجه بالشكر لوزاره الداخليه على الموافقه ان هم سمحوا لنا ان احنا نكون موجودين النهارده في القناطر داخل سجن القناطر للنساء. هناخد حضراتكم في جولة، هدفنا في الحلقة دي مش ان احنا ندخل نسأل نزلاء السجن او انتوا محكوم عليكم بايه او ايه الجرائم اللي خلتهم يكونوا موجودين جوه المكان ده، لان ده مش هدفنا خالص، لكن احنا مقررين ان احنا نيجي ونعيش يوم معاهم، نشوف ايه الخدمات اللي هم بياخدوها جوه، ازاي ممكن يتمتعوا برعاية صحية وحاجات كتيرة تغير حياتهم. جايز لما يعيشوا هنا في مكان يقدروا يتعلموا منه صح، يقدروا يستفيدوا من أخطائهم أو ياخدوا عظة من اللي مروا بيه، يخرجوا للمجتمع مرة تانية ناس جديدة خالص، زي ما بقول أيا كان الجريمة اللي هم ارتكبوها في الآخر هم بشر، هم مواطنين، هو إنسان من حقه أنه هو يلاقي الرعاية، سواء إذا كانت الرعاية دي برة أسوار السجن أو داخل الأسوار. هناخدكم في جولة وندخل جوه ونشوف ازاي بيقضوا يومهم، ازاي بيتم توظيفهم، ازاي هما بيقدروا يتعايشوا جوه المكان. واحنا زي ما قلنا مش هنسأل على جريمة اي حد فيهم، مش هنسأل هما موجودين فين، لكن عايزين نشوفهم النهاردة هما عايشين ازاي. خليكم معانا وتابعونا في حلقتنا في هذا الصباح. المصريين بكل تأكيد ليهم حق المواطنة، ليهم حق الاحتفال بعيادهم، مش عشان احنا موجودين جوه سجن او سجن نساء تحديدا في القناطر يبقى مش من حق الموجودين ان هم يحتفلوا بالعيد. كل المصريين كانوا بيحتفلوا بعيد الميلاد المجيد، ربنا يعوده علينا وعلى مصر كلها بالخير. والحقيقة احنا بالصدفة واحنا متواجدين النهاردة كان في احتفالية بعيد الميلاد المجيد، وانا بينورني ابونا معانا وكان بيقدم وعظة وكان في هنا قداس لصلاة عيد الميلاد. نتعرف على حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب. ابونا كرولوس سعد، كنيسة العذراء والانبا اثناسيوس في مدينة نصر. احنا جينا النهارده علشان نعيد مع اخواتنا في سجن النساء في القناطر، ودي عاده كل سنه بنعيد معاهم في كل عيد، نقول لهم كل سنه هم طيبين ونحتفل معاهم بالعيد. حضراتكم دايما او حضرتك قبل التسجيل كنت بسال، قلت لي ان انتم حريصين دايما على تقديم الوعظه، اقامه القداس دايما بترتبوا ده مع اداره السجن هنا، واحنا بنشوف يعني اجواء احتفال حقيقيه بالعيد. يعني كل عيد بنيجي نصلي معاهم فعلا، سواء بنقدم بنناولهم لان هم ما بيقدروش يخرجوا بره، وبنصلي معاهم، بيبقى في عظه، بيبقى في ترتيل، بنحتفل بجو العيد زي ما بنحتفل بيه في كنايسنا ليلة العيد، بنيجي نقدم لهم نفس الجو دوت كل عيد. وبنشكر طبعا أكيد إدارة السجن ووزارة الداخلية اللي بتتيح لينا هذا الاحتفال، وبتخلي كل الموجودات يشعروا إن هم بيعيدوا بالظبط زي ما أهاليهم بيعيدوا برا. ده شيء جميل وده شيء حلو جدا إن احنا نحس بالجو ده كله. طبعا ده شيء في المواطنة رائع إن الكل بيحس إن هو في بيته وفي بلده، ما فيش اي حد غريب فيها. هنا يا ابونا هل حضرتك بتحس انه كل يعني كل ما بتحتاجوه لاقامه يعني الصلاه والقداس بيكون متاح بالنسبه لكم علشان تكون الاجواء طبيعيه او مماثله لاداء القداس في الكنيسه بالظبط؟ لو بصيتي حواليكي
هتلاقي كل الصور والايقونات والزينه والحاجات مجهزه. احنا ما طلبناش تجهيز اي حاجه، لكن في الواقع احنا جينا لقينا كل حاجه متجهزه ورانا في مغاره الميلاد، كل شكل الاحتفال وكل الحاجه متسهله جدا وميسره لينا جدا في كل مره، مش بس النهارده لكن في كل مره احنا نيجي نصلي فيها. انا بشكرك جدا، حضرتك نورتنا، وكل سنه وحضرتك طيب وكل مصر والمصريين بخير. وانا هترككم عشان ما يعني اسيب طبعا الوقت لاكتمال الاحتفال باجواء عيد الميلاد المجيد، وكل سنه وانتم طيبين مره ثانيه. وانتم طيبين. وبخص بالشكر السيد مأمور السجن على تعبه، على ان هو بيسهل كل حاجه، واكتر من كده ان هم ما بيأثروش ابدا في خدمه المسجونات. ربنا يبارك في كل عمل، وربنا يبارك في كل المسؤولين، وربنا يحفظ بلادنا دايما. شكرا يا رب. شكرا لحضرتك. شكرا. طبعا احنا هنسيبهم عشان يكملوا الاحتفال باجواء عيد الميلاد، واحنا كمان اكيد هنتابع معهم جزء من هذا الاحتفال، لكن بكل تاكيد يعني من حق الانسان ان هو يحتفل بعيده ويمارس صلاته اي مكان المكان، او اي مكان المكان اللي هو متواجد فيه. خليكم معانا، احنا لسه مكملين. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه. اتعرف عليكي. في سجن القناطر. بقالك هنا كتير ولا قربنا؟ بقالي 3 سنين. وقربنا؟ فضل اسبوع ان شاء الله. اسبوع ان شاء الله على خير. ان شاء الله. تحتفلي بعيد الميلاد؟ بحتفل معاهم هنا على طول. انت كنت حريصه دايما ان كل ما يتعمل قداس يعني دايما في مراعاه ان انتوا دايما يكون في قداس وصلاه هنا داخل السجن؟ طبعا احنا بنزور مرتين في الاسبوع، مره يوم الخميس ومره يوم الاثنين. وطبيعي طبعا كلنا بنبقى حريصين ان احنا نيجي هنا. بتبقوا حريصين تقعدوا وتسمعوا الوعظه وكده؟ جدا، بتبقى فرقه في حياتنا. بتفرق معاكم؟ طبعا جدا، انها بتغير ممكن مسار حياتكم، بتحس ان انتوا يعني مش محرومين ان انتوا تأدوا الصلوات رغم ان انتوا جوه السجن. طبعا حتى الاحتفالات وكل كل اسبوع، لا مش محرومين من صلواتنا خالص ولا اي حاجه. ده اكيد بيساعدك. طبعا ان شاء الله تخرجي على خير. ان شاء الله. هانت، فاضل اسبوع. فاضل اسبوع ان شاء الله، بس اكيد بلا رجعه. اكيد طبعا، خلاص. ما هو بنتعلم برضو اكيد الدرس. بصي، 3 سنين اللي قضيناهم هنا بيديكي فرصة انت تقعدي مع نفسك كتير، تفكري في علاقتك مع ربنا عاملة ازاي، تفكري في كل حاجة غلط عملتيها، فما بتقليش انت ممكن ترجعي تكرري نفس الغلطة تاني. يعني فعلا بتحسي ان الواحد ممكن لما يقضي فترة عقوبة في السجن انه دي ما بتخليش حياته تنتهي على كده، لا ممكن يكمل بعد كده ويغير حياته ويصلح الغلط اللي اتعمل. بصي، كفايه ان انت اصلا ما تبقي بعيده عن الناس اللي انت بتحبيهم. طبعا احنا هنا برضو بنبقى قاعدين ومرتاحين وبننام وبنصحى وبناكل وبنهزر وبنتفرج على التلفزيون وبنعمل كل حاجه، بس برضو بنبقى بعيده عن الناس اللي احنا بنحبهم. طبعا. فاكيد ده يخليكي ان انت ما تحاوليش ان انت يعني تكرري نفس الغلطه تاني علشان ما نبعدش تاني. كل سنه وانت طيبه. وانت حضرتك طيبه. مش هنبوظ بقى الاجواء الاحتفال، خلاص احنا اسبوع وراجعين البيت ان شاء الله بالسلامه. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. مرسي. كل سنه وحضرتك طيبه. طيبه يا حبيبتي. وعيد سعيد. يا رب انت احسن. ما ايه رايك بقى في اجواء الاحتفال هنا بالعيد السنه دي؟ عسل. مبسوطه؟ الحمد لله. وحضرتك دايما بتيجي كل ما يبقى فيه قداسه او صلاه برضه؟ انت حضرتك هنا بقالك قد ايه؟ شهرين. بقالك شهرين ولسه قدامك مده ولا؟ طالعة ان شاء الله. ان شاء الله على طول. مضيت على حاله ولسه هروح جلسه تحت يوم 5/2. ان شاء الله باذن الله ربنا يهون عليك يا رب وتطلعي بالسلامه. يا رب يخليك يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. يا رب يخليك تعيش عسل. طبعا يعني زي ما قلنا انه ما فيش حاجه في الدنيا ممكن تحرم الانسان ان هو يحتفل بعياده ومناسباته ويقيم صلواته، وده توجه جديد زي ما في بلدنا كلنا الدوله بالقياده السياسيه بكل شيء بيضمنوا للمواطن المصري ان هو يعيش أو يمارس كل حقوق الدستورية كما كان ومنها أو كما يكون، ومنها حقه طبعا في العبادة. أكيد ده زي ما حضراتكم شفتوه متاح معانا هنا داخل سجن النساء في القناطر. كل سنة طبعا وهم طيبين. هنسيبهم عشان مش عايزين يعني إن احنا نعطلهم عن أجواء الصلاة والاحتفال بعيد الميلاد، وتعالوا نروح لمكان تاني. بس خليكم معانا، مازلنا داخل داخل سجن القناطر أو سجن النساء القناطر. الحقيقة يمكن في الحلقة دي هنحاول كتير قوي ان احنا نوضح للناس او لكتير من مشاهدينا انه طبعا احنا عارفين انه السجن بيكون هو تأديب وتهذيب، لكنه طبعا صعب
وفي اصلاح لكتير من الامور اللي ممكن الانسان او الاخطاء اللي يمر بيها في حياته ما يرتكبهاش تاني، وفي نفس الوقت ان هو يعيش حياه ما يعملش كده تاني. صح، توبه. شفتوا؟ توبه ان شاء الله باذن الله. كل الناس يعني اللي بتخرج من هنا بلا رجعه ان شاء الله باذن الله، ويخرجوا على حياه افضل ان شاء الله. خليكم معانا. خلونا بقى نتعرف بشكل افضل على الانشطه اللي بتتم داخل سجن النساء او سجن النساء في القناطر الخيريه. طبعا احنا عارفين زي ما كنت بقول ان السجن تاديب وتهذيب واصلاح. ناس كتير هنا بتيجي تقضي عقوبه نتيجه لارتكابهم جرائم مختلفه. هنا في سجن النساء هنلاقي يعني كل الجرائم، يعني تقريبا مفيش جريمه مش موجوده او ما بيكونش فيه يعني نزلاء متنوعين جدا او نزلاء السجن متنوعين جدا، جرائم مختلفه. ازاي بيتم استقبالهم، توظيفهم، والعمل على مساله الاصلاح؟ اعتقد ان دي الجزئيه الاهم، وده اللي هنتعرف منه اكتر مع يعني منورنا مامور سجن النساء بالقناطر. نتعرف على حضرتك يا فندم. العميد وليد صلاح فندم، مامور سجن النساء في القناطر. اهلا بحضرتك سيادة العميد. اهلا بحضرتك فندم. طبعا مهمه شاقه جدا انك تتولى مسؤوليه اعاده بقى اصلاح بشر واخراجهم للحياه مره تانية بهذا التنوع اللي موجود من الجرائم طبعا المختلفه، والتنوع كمان بينهم فئات عمريه مختلفه، اساليب مختلفه، يعني بيئات كمان مختلفه. واعتقد ان ده يعني بيبقى مسؤوليه كبيره جدا ان انتم تجتهدوا انكم توفروا كل الانشطه دي داخل السجن. والله حضرتك، هو بصرف النظر عن الجريمة اللي هي عاملاها النزيلة اللي داخل عندي سجن النساء في القناطر، لابد من إعادة تأهيلها مرة أخرى بحيث أنها تبقى خارجة مرة أخرى للحياة، تقدر أنها تواجه الحياة، تقدر أنها تستقبل، تتعايش مع أسرتها. كل الكلام ده حضرتك، إحنا عندنا هنا حضرتك أول ما النزيلة بتيجي بتشكل لجنة لاستقبال حضرتك من مأمور السجن، ضابط التنفيذ العقابي، رئيس المباحث، المشرفة الاجتماعية حضرتك، بيتم مراجعتها وعمل بحث حضرتك على الحاله النفسيه اللي ليها، ايه اللي ممكن نستفيد بيها داخل السجن بغض النظر عن الجريمه يا فندم. بغض النظر عن الجريمه اللي هي مرتكباها، هي المسجون هنا هي حضرتك حقوق وليه واجبات، من ضمن الحقوق بتاعته اللي هي اعاده تاهيله مره اخرى عشان يقدر ان هو يخرج يواجه المجتمع مره اخرى بعد ما يقضي فتره العقوبه بتاعته. المشرفه الاجتماعيه حضرتك بتعمل بحث للمسجون عندنا هنا اهوت، بتشوف ايه المشاكل اللي هي ممكن ان هي متعرضه ليها بره، ايه اوجه الهوايات اللي ممكن ان احنا نستفاد بيها داخل السجن من خلال تصنيعها في السجن عندنا نوات في الكافيتيريا او في ورشه الملابس او في المكتبه او في اعمال الهوايات. طب سياده العميد، احنا بنلاحظ ان هنا في جهود كبيره جدا الحقيقه، شايفين تطوير وتغيير. يعني حضرتك اسمح لي، الصوره الذهنيه دايما الراسخه في عقول ناس كتير جدا او اللي بيشوفوها في الدراما في التلفزيون في السينما هي صوره الحقيقه احنا ما لمسناهاش لما جينا. يعني زي ما في جهود كتير من وزاره الداخليه لتطوير او لتغيير الاوضاع واعاده الهيكله في كل شيء، احنا بنشوف ان ده موجود كمان داخل قطاع السجون. عدد كبير من الانشطه حتى الشكل الالوان المظاهر، يعني ما تديش الاحاء اللي ممكن البعض يكون متخيله عن السجن. هو زي ما قلت لحضرتك من شويه، المسجون بصرف النظر عن الجريمه اللي ارتكبها بره، المسجون داخل عندي هنا حضرتك ليه حقوق وليه واجبات عندي، حقوق حضرتك اللي هي توفير الرعايه الصحيه والرعايه الاجتماعيه واعاده تاهيله مره اخرى حضرتك. لكن بالنسبه للصوره اللي حضرتك بتتكلمي عنها دي مش موجوده خالص في سجن النساء في القناطر، احنا بالعكس في تعايش جامد جدا مع المساجين، الوقوف على حل مشاكلهم، معالجتهم صحيا من اوجه الامراض اللي موجوده عندهم، توفير الرعايه الاجتماعيه ليهم حضرتك من خلال اللي موجود عندنا هنا هو عنبر للامهات، الحضانات الام من حقها انها تجيب الطفل عندها هنا هو لحد ما يكمل سنتين، بعد السنتين بنطلعه احد المؤسسات الخارجيه. في رعايه صحيه حضرتك عندنا هنا متكامله في مستشفى متكامله فيها كل الاقسام حضرتك. قطاع السجون وفر التعاقد مع 9 استشاريين في مختلف التخصصات، ويمكن حضرتك هتشوفي الكلام ده دلوقتي. برضو الامهات بيطلعوا ياخدوا الفسحه بتاعتهم في حديقه للطفل، الحضانه بتقدم لهم الوجبات حضرتك، في رعايه كامله متكامله للنزلاء عندنا هنا في السجن حضرتك. انا استاذن حضرتك يعني نبدا بحديقه الطفل، لان دول اهم حاجه طبعا، ورعايه اطفال الساجنات. يعني دي يعني الطفل في الاول في الاخر طفل،
سواء اذا كان هو ابن سجينه او ما الى ذلك، محتاج كل الرعايه. عشان كده احنا نبدا بقى بعد اذن حضرتك بحضرتك. اتفضلي يا فندم، تحت امر حضرتك. زي ما بقول لحضراتكم، احنا جايين النهاردة نتكلم عن حق انسان وحق طفل. مش مهم بغض النظر هو عمل جريمة ايه قبل ما يوصل هنا، مش مهم يعني جريمته هو بيتعاقب عليها بحكم القانون، بيأدي سنوات هنا جوه السجن، لكن كمان المهم ازاي هيخرج بعد السنين دي من خارج السجن، ازاي انه لو في طفل هنا يقدر يتمتع بحياته بصحبة أمه، يلاقي جو نظيف، يلاقي خضرة، يلاقي مامته جنبه، يلاقي رعاية صحية، يلاقي لعبة حلوة، مش كده؟ كل حاجة متوفرة له الحمد لله. كل حاجة بجد؟ والله حضرتك بتقولي كده عشان التلفزيون؟ لا والله أبدا، مش عشان أي حاجة. حضرتك لو أنا ما زرتش هما بيجيبوا لي بامبرز لابني وبيجيبوا لي كل حاجة، ولبن وسيريلاك وزبادي ده ابنك؟ ده أدهم. دودو كلمي يا دودو. خلاص يا الضحكة الحلوة. لا دودو شكله مركز في البطاطس دلوقتي. انت ادهم اتولد هنا؟ وانا ولدت هنا والله، كانوا قايمين معايا باحلى واجب، يعني ما سابونيش، وعلاجات من بره وكل حاجة. بقالك هنا كتير؟ انا بقالي 15 شهر، سنة وثلاث شهور. طب وقربنا؟ خلاص ان شاء الله ماشية 11 3 ان شاء الله باذن الله. باذن الله. بلا رجع؟ لا مش هرجع هنا تاني. بيعلم السجن انه الواحد ما يكررش جريمته وغلطه؟ ايوه بيعلمنا ان احنا ما نغلطش تاني وما نجيش هنا تاني. المكان ده اصلا يعني الحمد لله ربنا كاتب لنا ان احنا نيجي هنا. الحمد لله. المهم ان انت تخرجي بالف سلامه، تبداي حياه من اول وجديد باذن الله. اتعلمتي هنا شويه حاجات تقدري تخرجي تعملي شغل؟ ايوه هعمل مشروع انا وجوزي وعشان عيالي وكده ان شاء الله. انت عندك ولاد تاني؟ معايا سندس عندها 5 سنين. ربنا يخليها لك وتخرجي من هنا بقى تبداي حياه جديده زي ما انت بتتمني ان شاء الله. عايز تقول حاجه؟ بابا. طب انا هسيبه بقى عشان هو ايه مهتم بوجبه البطاطس. الاكل هنا حلو؟ الحمد لله كل حاجه. بيحبوا له الولاد؟ بيجيبوا لنا كل حاجه. ما بيحبوش. هقول لماما حاجه بس. هقول لماما حاجه. ممكن ممكن ممكن. بيجيبوا اكل كويس؟ كل حاجه بيجيبوها لنا والله، كل حاجه. ولا حتى لو عيل من عيالنا تعب ولا حاجه وما فيش علاج بيجيبوا لنا علاج من بره، كل حاجه بيجيبوها لنا. الحمد لله. الحمد لله. يلا سيبك بقى تغديه وتلعبيه. انت عايز المايك في حاجه؟ طب هروح انا اعمل بيه حاجه واجيبه لك تاني على طول حالا. طيب تعالي شوفي اسمها ايه دي. وعد. 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 انت خلفتي وعد هنا ولا؟ لا انا ولدتها واتحبست وهي عندها 40 يوم. وقربنا ولا لسه؟ السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بلا رجعه. ان شاء الله باذن الله. صح؟ ان شاء الله. ان شاء الله. وعد عامله ايه هنا؟ كويسه. كويسه. انا بنتي لما عيت الشهر اللي فات كان عندها دور جفاف. اشكر احمد بيه ووليد بيه المامور، طلعوها مستشفى بره مرتين وجابوا لها علاج فوق الالف جنيه. ربنا يحميهم يا رب ويعلي مراكبهم. كل حاجه هنا متوفره، اي حد بيعوز حاجه. الكادلس حتى انا ما بزورش غير كل شهرين. ما بزوريش يعني بيجيليش الزياره يعني؟ بيجي لي بقى الكادلس اكني بزور بالظبط، واللبن وكل حاجه حلوه هنا بيجيبوها لنا الاطفال. الحمد لله ربنا يخليها ان شاء الله. وتخرجي على السلام وبالسلامه وما ترجعيش تاني يا رب. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. طيب طبعا احنا يعني مش عايزين ان احنا نبوظ اجواء برضو الاكل، نسيبهم ياخدوا الغداء بتاعهم وسيبهم ينبسطوا ويلعبوا. وادهم طبعا في المايك هسيبه لك بعد ما نخلص، بس ده عهدة. وهنكمل زي ما قلت لكم، احنا مش جايين النهارده غرضنا من الحلقه بكرر تاني ان احنا نحاسب حد على جريمته. جريمته بيتحاسب عنها بموجب القانون، لكن احنا جايين نشوف الحياه الجديده المختلفه اللي يخرج ممكن الشخص يخرج هنا مرتكب جريمه او غلطان غلطه، بس يخرج من هنا فعلا يبدا حياه من اول وجديد. خليكم معانا ان شاء الله. ايه نبدا الغدا طب ولا ايه؟ طب انا معطلاكي على لا بجد قولي عشان الاكل سخن وريحته حلوه ما شاء الله يعني. بيجي كده كل يوم؟ كل مجموعه بتطلع هنا بيطلع لها الوجبه ديت. لان احنا طبعا مجاميع، احنا كتير جوه.
فبيدفعوا كل اللي جوه هيطلعوا، فبنطلع مجموعه مجموعه كل يوم. طبعا بتطلعوا لازم يكون الجو كويس وفي شمس. ايوه حسب الجو، حتى لو جو وحش ما بنطلعش عشان الاطفال، لو جو حاجه ما بنطلع. ايوه ده ابني ربنا يخليه. انا جايه هنا معايا طفل عنده سنه، وكان جايه يوم 23/3 وكان ابني عيد ميلاده 10/3، كان معايا طفل كنت حامل في 5 شهور، قعد معايا هنا لغايه ما تم سنتين وخرجته. خرجتي بقى سلمتيه لاهلك؟ اه الاداره سلمته لي لوالده، خده مني بورق بكل حاجه بره في الاداره، استلموا وخده مني. فضل بقى معايا اشرف، اشرف عنده سنه وست شهور. سنه وست شهور؟ اه سنه ونص. ان شاء الله قربتي تخرجي على خير باذن الله. ابتديت حرز امبارح وان شاء الله مروحه على التلت. ان شاء الله ان شاء الله. حسن سير وسلوك. اه الحمد لله الحمد لله، يعني ربنا ان شاء الله يجعل وشنا حلو عليكي كويسه. ولو ابني مش مرتاح هنا كنت خرجته، بس هنا الاطفال فيها رعايه جامده قوي وكل حاجه كويسه هنا. بيبقى احسن بالنسبه لكم طبعا الاولاد تفضل؟ طبعا اطفالنا معانا هنا احسن، لبن بيجي لنا، غذائهم بيجي لنا، بنستلم لهم فراخ نيه ولحمه نيه بنستلم. يعني ممكن انتوا تطبخوا لهم انتوا الاكل اللي هم عايزينه؟ ناخد كل حاجه بناخد كل حاجه بنعمل. يعني مش بالضروره ان انتوا تطبخوا؟ لا 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 بنعمل الاكل، بنستلم كل حاجه وبنطلع نعمل. بتستلموا وتعملوا انتوا الاكل اللي اولادكم بيحبوه؟ ايوه. لا وفي ني وفي مستوي، بيجي لنا اكل ني واكل عايز ياخد ني بياخد، وياخد مستوي بياخد. طب انا مش عايزه اعطلك عشان اشرف شكله جعان. بيخاف من الناس من البني ادمين؟ همشيهم دلوقتي. همشيهم يعني هم زمايلنا اللي ورا الكاميرا. عموما صحه وعافيه. وادهم عمل حفله بطاطس يعني. ماشي خدي يا حبيبي يلا. الكفته دي مش عاجباك برضو؟ طب صحه وعافيه عليكم، هسيبكم بقى تاكلوا الولاد بقى وتكملوا الفسحه عشان ما بوظش الوقت، وان شاء الله كلكم تخرجوا على خير. شكرا. يعني واحنا بنعدي من قدام الكافتيريا اللي موجوده جوه سجن القناطر، لازم يعني غصب عنك جمال الريحه يشدك للمكان ده. هو ده بقى اللي دخلنا المطبخ، الكافتيريا العظيمه والعيش. صح. اتعرف عليكي نجلاء. انا لقيتك يا نجلاء عماله تطلعوا العيش من الفرن وبعدين بتقطعيه. احنا بنخبز هنا. بنعمل حوالي 700 رغيف في اليوم. في اليوم؟ ما شاء الله. الناس كلها لما تشوف رغيف العيش ده يا جماعه تقول لك انا ممكن حضرتك. طبعا قوي. ادوق ما ادوقش ليه؟ انت عارفه. كده هكمل الحلقه باكل. طب بصي خليه على جنب ده بتاعي. ما هو طبق. ماشي. من جماعه انتوا 700 رغيف في اليوم؟ ممكن اكتر. ممكن اكتر؟ ممكن اكتر طبعا. انتوا هنا بتتيحوا للنزلاء ان هم يعني انا عارفه ان هم بيتوظفوا وبيشتغلوا وممكن ياخدوا فلوس ويجوا يشتروا كمان حاجات زياده؟ طبعا كلنا بنشتري ولينا سرك، بنقبض، بنشتري كل اللي احنا عايزينه وجبات. انت ما بتشتغلي هنا بتاخدي يعني مرتب او فلوس؟ طبعا. طبعا. لا بناخد سرك بتشلينا في الامانات. بننزل اللي احنا عايزينه، بنجيب كل احتياجاتنا. لو عايزه حاجه زياده مثلا تجيبيها، نفسك في حاجه؟ طبعا 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 بنجيب كل احتياجاتنا، والمتبقي منه بيتشلينا امانات. بيتشلكوا امانات. تاخدوا بقى ان شاء الله وانتوا خارجين بالسلامه. ان شاء الله كلكم يا رب تخرجوا ان شاء الله سلامه في اقرب وقت باذن الله. ان شاء الله دعوة. بس يعني توظفتي بقى في العيش والمطبخ بالذات، يعني لوكي شاطره اكيد من اول ما دخلتي. انا بعمل الاكل لكن مش انا اللي بعمل العيش، تحيه بتعمل العيش. طبعا الله بقى نقول لها العيش. انا هي بتعمل فطير يعني عشان ريحه السمنه. بعمل عيش، بعمل فطير، بعمل كايزر، الفينو، القرايش، كل المعجونات انا اللي بعملها. كل الحاجات المعجونات انا اللي بعملها. تسلم ايديكي على العيش. تسلم يا حبيبتي. بجد حلو قوي. بس دلوقتي بتعملي فطير؟ طيب وبتقعدي بقى تعلمي مثلا حد ممكن من النزلاء الجداد يجي وتعلمي كده؟ طبعا بعلم دي، بعلم اشجان عشان انا احتمال امشي. انت ماشيه 20 واحد احتمال لسه ان شاء الله. بقول يمكن وشنا يطلع حلو. يا رب يجعل وشك حلو ويكون اخر حاجه ليا وتصوير هنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تطلع على 25 يناير عيد الشرطه ان شاء الله باذن الله اللي جاي تطلع عليك اللي اخر ونطلع بالسلام. فبتعلميهم بقى؟ بعلمهم طبعا، بعلم اشجان دي. تتعلمي يا اشجان؟ تعالي تعالي. انت بقى بتتعلمي دلوقتي من تحيه العيش والفينو والكايزر والقراقيش وكل حاجه، كل المخبوزات. وانا بعمل معاها بتدرب اشجان لان تحيه. وانا بتعلم منها ان شاء الله. طيب انتوا هنا مين بقى اللي بيكمل بقى اكل بقى وانتوا حاطين صواني؟
انا شفت محشي وحاجات كتير، ملوخيه. الله. كده طب يا جماعه مفيش، معلش بقى يا جماعه يعني استاذنكم عشان ال، بسم الله الرحمن الرحيم. الله. لا والعرق مظبوط ايه يعني. بس كان لازم فقره المطبخ كافتيريا تكون في اخر الحلقه. ومحشي اتفضلي. نروح بقى نجلس، نروح عشان بجد تحفه. تسلم ايديكم بجد، تحفه تحفه تحفه. وتسلم ايديكم يعني، وميرسي ليكم بجد والله يعني. تسلم ايديكم، وان شاء الله باذن الله يعني الوقت اللي انتم بتقضوه هنا يعدي ان شاء الله على خير، تخرجوا كلكم بالف سلامه يا رب، ونطلع بقى نشوف بقى منتجات العرض الحلوه اللي انت عاملاها بره دي. يلا بينا. انتوا بعد ما بتعملوا الاكل التحفه ده بتبتدي انت بقى تقسميه عشان اللي عايز يجي ياخد. بالظبط كده، بنبيعهم وجبات يعني، مثلا الطبق ده وجبه لفرد مع ربع فرخه، ممكن حضرتك تذوقيها برده. بوظ لك كده الاكل بتاع العرض يا. اتفضلي. لها اصلا مستوي ايه، مغري مغري. مع مثلا ربع فرخه طبق سلطه. بيبتدي اللي عايز بياخد، بيشتري الوجبه اللي هو محتاجها. اي حاجه بقى عندنا، كل حاجه عندنا، بيتزيت عندنا، بيتزيت كفته، فراخ مشويه، جلاش باللحمه المفرومه دي، بيتزا. بس بقى مش هنبوظها، تحفه كده يعني. كفته مشويه، فراخ مشويه، سمك مشوي، كل حاجه عندنا. وهنا الشوايه شغاله دايما باستمرار، لاي طلبات لاي حد من النزلاء اللي بيعوز حاجه بياخدها. كل الوجبات عايزين، غير طبعا الاكل اللي هو بيتعمل كل يوم العادي. لا لا، غير غير الاكل اللي بيجي لنا اساسا من السجن يعني، دي حاجه اضافيه. اضافيه، دي حاجه خلاص يعني. كل الناس اللي بتدير الدنيا سهله يعني، اي حد بينا كل حاجه زي بره بالظبط. بنعمل كل حاجه، كل حاجه، مشويات، مخبوزات، اكل، كل حاجه عندنا موجوده. عدت السنين؟ عدت ان شاء الله قرب. ان شاء الله، ان شاء الله برا راجعين ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كلنا نخرج من المكان ده، نتغير ونبدا حياه ثانيه. بنبقى بتبقى بعد ما دوقتيني الاكل الحلو ده، ما يعني بدون زعل، خلاص عدت بقى ان شاء الله. ان شاء الله. احنا طبعا توجهنا لدي المستشفى اللي موجوده جوه سجن القاطر للنساء، وبالصدفه ان احنا طبعا طلعنا مع المأمور في حاله ولاده دلوقتي، فاحنا يعني هنستنى حاله الولاده تدخل ان شاء الله. يا رب تقوم بالف سلامه يا رب السيده اللي هتولد يا فندم. احنا مش يعني هنقف ستوب مع حضراتكم لحد ما هي تدخل بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله تقوم بالسلامه ونطمن عليها. ليه تعرف اكتر على يعني التخصصات اللي موجوده جوه المستشفى، وانا طبعا مش عايزه اعطل الدكاتره عشان احنا يعني زي ما حضراتكم تابعتوا معانا احنا في ترقب حاله ولاده، فمش هنعطل الدكتور، هنتعرف على الساده الاطباء اللي موجودين معانا. اتعرف على حضرتك. مقدم دكتور محمد ايهاب الجوهري، استشاري النساء والتوليد ومدير المستشفى هنا في احنا مش هنعطل حضرتك اكيد يا دكتور. اكيد اتعرف على حضرتك. رائد دكتور احمد نجيب علام، استشاري الاطفال في المستشفى هنا. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب دكتور، انا عارفه انه في حاله ولاده، فخليني استاذنك يا دكتور نبدا مع حضرتك. يعني طبعا هنا حضرتك في سجن، هو لل يعني سجن للنساء طبعا، في حالات رعايه لكل امراض يعني المراه بشكل عام. احنا شايفين هنا لافتات ويعني توعيه، جزء منها سرطان الثدي، الكشف، الامراض. بس التوعيه بالنسبه لسرطان الثدي، احنا كمان عندنا وحده الكشف المبكر عن الاورام، بنعمل هنا مساحات وبنبعتها علشان سرطان عنق الرحم والامراض الكشف المبكر، عشان موجات فوق صوتيه نقدر ان احنا نستكشف الحالات المعرضه اكتر من غيرها للسرطانات. يعني وحده كامله للكشف المبكر شامله دلالات الاورام كمان. دكتور معلش انا اسفه، طب بشكل سريع جدا يعني الاستعدادات بقى والتجهيزات للمستشفى، هل هي جاهزه في اي وقت لاستقبال اي حاله في اي لحظه؟ المستشفى الحمد لله مجهزة لاستقبال حالات الطارئة. احنا لسه امبارح كان عندنا حالة طارئة استئصال زايدة،
والنهارده بالمصادفه المتابعه الحالات الولادات اللي عندنا في السجن بنعمل اشعه موجات صوتيه، تبين في مريضه عندنا حصل لها انفصال جزئي في المشيمه، فدلوقتي على طول داخله تعمل قيصريه طرقه. احنا في انتظار اللي في انتظار دلوقتي دخلت العمليه دلوقتي. فدي فجأة خلاص انتوا بتعملوا الموجات الصوتية لقيتوها ان لازم تدخل، دخلت العمليات على طول، العمليات مجهزة والطاقم الطبي كله متوفر، خلاص نشتغل على طول. يكون الطاقم بالكامل موجود من اطباء تخدير 24 ساعة ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طب احنا مش هنعطل حضرتك يا دكتور، كل التوفيق، وهنقابل حضرتك يعني نطمن على صحة الام. كل التوفيق. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جدا يا دكتور. دكتور بقى يعني حالات الاطفال الكتيرة اللي موجودة هنا عند حضرتك، واحنا شايفين طبعا العيادة طبعا متابعة طبعا طول الوقت، وفي اطفال كمان معظمهم هم حديث الولاده هنا. احنا فعلا عندنا فوق ال 30 طفل متواجدين في السجن هنا عندنا، كانوا قاعدين معانا لغايه ما الطفل يكمل سنتين بيبقى قاعد مع مامته، بيبقى في رعايه صحيه متكامله بالنسبه للطفل والام كمان. يعني عندنا من ساعه ما اتولد حتى لو طفل نازل ناقص نمو، في صفرة، في اي مشكله، في عندنا حضانتين مجهزين بفنتليترز، يعني في حضانات تنفس صناعي مجهزه بالكامل وكل شيء. في حضانتين فعلا على اعلى مستوى مجهزين باجهزه التنفس الصناعي، بحيث لو في اي طفل اتولد زي في قيصريه دلوقتي او ولاده طبيعيه ان كان، حضرتك طبعا دلوقتي بتكون جاهز مستعد تكشف. انا اللي هستقبل الطفل ان شاء الله اول ما ينزل عشان اطمن عليه ان هو يبقى كويس باذن الله، مفيش اي مشاكل، لا قدر الله لو في اي مشاكل ولا اي حاجه زي ما قلت لحضرتك الحضانات عندنا جاهزه، ويتم التعامل معاها مع اي امرجنسي او اي ظرف طارئ. في طاقم تمريض مجهز برضو على اعلى مستوى عندنا، متدرب كويس، وان شاء الله ربنا بيوفقنا يعني. يا رب. طب بالنسبه لمتابعه بقى حالات الاطفال المتواجدين في العياده، زي ما قلت لحضرتك في يوميا عياده اطفال بتتعمل في موسم اصلا امراض الاطفال، النزلات الشعبيه، الحاده، الحاجات دي، والحساسيه الصدر والكلام ده، بيبقى زي ما حضرتك عارفه في الشتاء بتبقى الحاجات دي، الصيف بتبقى نزلات معويه وجفاف والكلام ده. عامه الحمد لله يعني على مدار الساعه يوميا في عياده اطفال، او في اي وقت برضو في اي طفل حصل حاجه بيتم الابلاغ فورا. في نبطشيات متواجدين 24 ساعه لو في اي حاجه، بتتعامل مع الطفل الحمد لله، والادويه متوفره الحمد لله، الادويه جاهزه بتتصرف على بتتصرف بصوره منتظمه. الالبان بتاع الاطفال اللي عندنا، البان الاطفال من ساعه الولاده لست شهور، والبان ثانيه من اطفال من ست شهور لغايه ما يكملوا سنه، عندنا سريلاك، الحاجات دي كلها كغذاء. يعني هل حضراتكم ممكن مثلا تحتاجوا تخصص مش موجود فتستعينوا بيه من بره المستشفى؟ احنا فعلا المستشفى متعاقده مع طاقم استشاريين، ناس معاها ماجستير ودكتوراه من خارج المستشفى، بحيث بيجوا في زيارات دوريه، كل دكتور بيجي زياره او زيارتين اسبوعيا حسب الاحتياج له، ولو احتاجنا له في حاجه طارئه او تخصص مش متواجد بيتم اون كول بنكلمه، وهو مشكورا بيجي لنا فورا وبيتعامل مع الحاله اللي هي محتاجينها في التوقيت ده. انا بشكرك جدا يا دكتور، مش هنعطل حضرتك على العياده، وان شاء الله نطمن على المولود الجديد القادم كده يبقى 31 ان شاء الله باذن الله. شكرا جدا. شكرا جدا. بشكرك. طبعا انه العناصر الشرطيه النسائيه متواجده هنا في سجن النساء ليهم ادوار كتيره جدا متوزعه، ومنهم كمان الطبيبات اللي موجودين معانا داخل المستشفى اللي موجوده داخل السجن. نتعرف بقى يعني عليهم او خليهم هم يعرفوا نفسهم والدور اللي بيقوموا بيه هيكون طبعا بشكل افضل. تعرف على حضرتك؟ نقيب طبيب رنا محمد عامر الوكيل، اخصائي رمد، متواجده هنا في مستشفى سجن النساء والقناطر. بيتم الكشف الدوري عندنا في عياده الرمد، في عياده يومية. مسؤوله هنا عن عياده الرمد؟ مسؤوله عن عياده الرمد، وفي استشاري رمد بيجي منتدب من بره معايا. بيتم الكشف الدوري يوميا على عدد النزلاء من حوالي من 20 ل 30 حاله يوميا. يوميا في العياده الخارجيه للمستشفى، لان احنا عندنا هنا عيادات خارجيه يوميا كل يوم بالاضافه للاستقبال. احنا موجودين عند العيادات الخارجيه، ده غير الاستقبال ده اللي هو الطوارئ. الاستقبال ده للحالات الطوارئ، والعيادات الخارجيه دي التخصصات المختلفه، في بطنه وجراحه ورمد وعظام وكل التخصصات موجوده هنا عندنا. بالنسبه لعياده الرمد بيتم الكشف الخارجي للعيان، على الكشف الخارجي بس للحالات، بمعنى موجود اجهزه للكشف، الكشف على العين، الخزان الاماميه للعين، ويوجد جهاز فحص قاع عين، ويوجد جهاز برضو اللي هو الكمبيوتر بنقدر نعمل منه نظاره للعيانين. والحالات اللي بتقدر ان هي حتى
بتحتاج لعلاج او كده متوفر برضو في صيدلية المستشفى في الادوية والعلاج. القطرات موجودة والادوية موجودة وكل حاجة يعني بنقدر نوفرها لهم. الحالات اللي هي بتبقى تستدعي ان هي تطلع برا لاجراء اي عمليات بيتم كتابة تقرير وترحيل ليها وبيتم عمل اللازم ليها برضو العملية وبيتم بقى متابعتها هنا كمان بعد بترجع تاني بتتابع معانا وبتتابع مع الاستاذ الدكتور الاستشاري اللي بيجي برضو معانا منتدب يعني. طيب تعرف على حضرتك؟ نقيب تمريض منار حمدي، انا مسؤولة عن التمريض في المستشفى، تشغيل مهمة صعبة بقى. مسؤولة عن 18 ممرضة عسكرية ومدنية بيتم توزيعهم حسب العيادات الموجودة والقسم الداخلي والعمليات واسم الاستقبال. بعد كده بيتم متابعة بقى التشغيل والحاجات اللي هما بيعملوها وفي متابعة أي شكوى من يعني شفنا كمان أطقم تمريض فوق دي مخصوص لمنطقة العمليات، في جزء مسؤول عن العيادات الخارجية، يعني في تخصص كمان في التمريض. بالضبط، في تمريض مسؤول عن قسم العمليات، عندي قسم غسيل كلوي، في تمريض خاص به، تمريض الحضانات، تمريض لإسم الطوارئ اللي هو الاستقبال، وفي تمريض للعيادات الخارجية. بيتم توزيع الشغل عليهم كل يوم في العيادات، وبعدين بيتم وضع جدول تشغيل بقى ليهم اسبوعيا ومتابعة الأعمال اللي بيقوموا بيها وأي شكوى من أي نزيلة بيتم التعامل معها. طبعا نجاح أي عملية، احنا لسه نازلين من العمليات فوق فبيتوقف بقى على طقم التمريض طبعا غير متابعة الدكتور بقى. عملية ولادة قيصرية الحمد لله، الحمد لله السلامة، الحمد لله على سلامتها. بيتم متابعة الطفل طبعا بعد الولادة والأم وتقديم يعني أوجه الرعاية الكاملة ليهم، توفير بقى اللبن للطفل المولود. روح تشوفوا هل الأم دي هتكون قادرة على الرضاعة الطبيعية ولا لأ. في دكاترة النساء وفي دكاترة أطفال، بيتم تقديم رعاية كاملة للنزيلة والبيبي كمان. دور بقى بعد كده عليك. بالظبط. طيب أنا بشكرك جدا. ميرسي. توفيق طبعا يا دكتور. ميرسي ليك. ميرسي جدا. يعني الحقيقة زي ما قلت لكم إن النهارده يعني جو كده مليان يعني إحنا مش قصدنا كنا إن إحنا نحول اليوم ليوم إحنا جايين نشوف الناس هنا بتعمل إيه؟ بتعيش حياتها إزاي؟ بس الحقيقة إن إحنا كان عندنا أجواء كتير مبهجة أو وشنا حلو أو يعني الحمد لله رب العالمين. خليكم معانا. طبعا احنا يعني وعدنا حضراتكم ان احنا هنرجع تاني يا فندم عشان نطمن بقى على الام وحمد لله على السلامة. الحمد لله يا فندم عملت العملية وقامت بالسلامة والمولود موجود معاها وحضرتك لو استأذن حضرتك بقى ندخل نطمن عليها. اتفضلي يا حضرتك. اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل. احنا ممكن ندخل. حمد لله على السلامة. الحمد لله جابت ولد زي القمر الحمد لله، هتقدر تشوفه وتطمن عليه دلوقتي ان شاء الله. بس هو صحته الحمد لله كويسه زي الفل الحمد لله ان شاء الله. يا دكتور وصحه الام ايه؟ تمام، هتقدر تتكلمي معاه وتساليها بنفسك. طيب الحمد لله على السلامه ومبروك. الله يبارك فيك. ما احنا قلنا مش هنمشي الا لما نطمن عليه. يا رب يخليك. سميتي ايه؟ محمد. الحمد لله على سلامته. يعني وش جديد برزق جديد يا جماعه معانا بجد، يعني ربنا يحميه ويحفظه ويسامحه وتخرجي ان شاء الله من هنا بالسلامه وتربيه احسن تربيه ان شاء الله. ربنا يخليه لك. الحمد لله على السلامه. طبعا سيبك بقى ترتاحي والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يسلمك. تسلمي دي. طبعا انا عارفه انتوا هنا بتخلي بالكم منهم ورعايه وكل حاجه. ماشي. انا الدكتوره فريده عليا التخدير. اهلا بحضرتك. اهلا. انا شفت حضرتك بس ما لحقناش اسجل مع حضرتك قبل ما تدخلي العمليه. الله يخليك، متشكره جدا جدا. يا دكتور الحمد لله على سلامتك. احنا هنا عندنا عمليات، بنعمل كل العمليات سواء كل انواع عظم، سواء عظم سواء جراحه وكان في انف واذن كمان بنشتغلها، فيعني هنا كل العمليات اللي موجوده او اللي في اللي يلزمها النزيلات بنعملها هنا. يعني نادرا لما بنرحل اي حاجه الا لو يكون مستدعيه عنايه مركزه، مستدعيه مكان يعني يكون فيه اكثر من حاجه. لان هي قامت بالف سلامه والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. والحمد لله على سلامتك يا سماح، ونسيبك ترتاحي ان شاء الله. الحمد لله على سلامتها يا دكتور. تسلم ايديكم بجد، تسلم ايديكم. الحمد لله على سلامتها يا دكتور، بشكرك جدا. طبعا واحنا خارجين من المستشفى كان ضمن جولتنا كان الصيدليه، فالحقيقه استاذناهم ان احنا ندخل الصيدليه
عشان نبص كمان على الأدوية ألبان الأطفال اللي موجودة. يعني موجود ألبان الأطفال من يعني حديث الولادة لحد 6 شهور، المرحلة الثانية من 6 شهور لحد سنة. سوريلاك موجود طبعا، يعني لأن أنا مش طبيبة متخصصة، لكن من الواضح أنه يعني أنواع الأدوية باختلاف اللي احنا حتى ممكن نكون عارفين أسميها. الأدوية موجودة في البطارين بتاعتها، الحفظ في يعني تسجيل بالأدوية كلها اللي بتطلع، الحاجات التعقيم، السرنجات، كل شيء، تلاجة كمان لحفظ الأدوية اللي هي ما تنفعش انها تكون موجودة في مكان بره التلاجة. بشكل عام كل شيء هنا موجود، لأنه في الأول في الآخر هو مواطن، هو إنسان لازم ياخد حقه في الرعاية الصحية زيه زي أي إنسان، سواء إذا كان موجود داخل السجن أو خارج السجن. طبعا في ناس كتير جدا بتدخل السجن بيبقى عندها فترة العقوبة بتاعتها اللي المفروض يعني انها تقعدها، بس ما بيكونش عندهم اي فكرة عن اي مهنة، يعني متبقاش عارفة ممكن تدخل تشتغل ايه او تعمل ايه بالظبط. في ناس بيكونوا عندهم مهنة او خبرات سابقة قبل ما تيجي تقضي فترة العقوبة بتاعتها هنا، وفي ناس بيكون ما عندهاش اي خبرة من اي نوع او ما عندهاش وظيفة معينة او مهنة معينة، عشان كده بيتم تقسيمهم هنا او توزيعهم. ازاي كمان لو انت ما عندكش خبرة تبتدي تتعلم من اول وجديد؟ احنا هنا في مكان بيتعلق بمنطقة التدريب، لو احنا او انت ناوي تتوظف او انت ناوية تتوظفي في مصنع الملابس او ندخل على قطاع التفصيل والخياطة والتطريز. لتفاصيل اكتر بقى وعشان نعرف يعني احنا في ورشة التدريب دلوقتي نتعرف على حضرتك فن. اهلا وسهلا بيكم، شرفتونا. مقدم مهندس ايمن صلاح الدين، قائم على الاشراف والتطوير مرحلة في قطاع مصلحة السجون. بنقدر نبدأ معانا السجينات والنزيلات اللي بيشرفونا هنا بيبدأوا معانا في السجن، نبدأ نشوف مين عنده مرحلة ان يقدر يتعلم او قابلية يتعلم من التفصيل او الترزية، بحيث انها تدفعه بعد كده لمرحلة الانتاج وبعد كده في الورشة. بس فندم عفوا سيادة المقدم، بيدخل هنا في الاول بيبقى ما عندوش خبرة عن اي حاجة في مرحله التدريب هنا، مفيش خلفيه. فبنبدا نعلمهم يعني ايه خطوط عريضه للباترون، وازاي يختار الخامه اللي هننفذ عليها المنتج، ده حاجه مهمه جدا، نفصل بين الخامه وبين المنتج. فبنبدا نعلمهم ازاي الخطوط العريضه للباترون، ازاي على السبوره يعني ايه خطوط عريضه، يعني خطوط اساسيه، وبعد كده ازاي يمسك حته الخامه او القماش. هنا بياخدها مش عملي بس، بياخدها كمان دراسه في جزء نظري، لازم نبدا نظري عشان يعرف الخطوط العريضه للمنتج نفسه، وعشان نختار الخامه نوع التفصيل بتاعها هتناسب جسمي او الموديل بتاعي ولا لا. فبالتالي بنبدا نديهم الخطوط العريضه على السبوره، ازاي تعمل الخطوط الاساسيه، ازاي تخرج من الخطوط الاساسيه ديت ان هي تبدا تنفذها على القماش بالتباشيره، بعد كده تبدا تقص مرحله مرحله وتاخد تتجمع على المكان. بياخدوا بقى وقت قد ايه عقبال ما يتدربوا يا فندم، وعقبال ما تبتدي تدخل انها تقعد بقى على مكنه؟ يعني خلاص اتعلمت هنا الاساسيات وبعدين تبتدي تدخل على يعني تجربه التصنيع. احنا بنبدا عشان نشتغل مع بعض ازاي تبقى في طوف على القماش، لازم تعرف المكنه دي شغاله ازاي. المكنه ممكن الاعطال البسيطه تبدا تصلحها، تتعامل مع المكنه، تتعامل مع القماشه على المكنه، ليها حساسيه معينه بين عينيها وايديها ورجليها عشان تبدا تسوق الحاجه ديت. بناخد مرحله اللي هي تبدا تتدرب ازاي تدور المكنه، بعد كده تبدا تقف على السبوره معانا ازاي مع الفنيين اللي معانا والمشرفين اللي معانا، ازاي تبدا تخطط الكلام ده وتبدا تنفذه تاني على القماش. مجرد ان هي تبدا تقص ده مع الخطوط العريضه اللي اتعلمتها ازاي تبدا تدور المكنه، تبدا تقفل بالطريقه اللي احنا متفقين عليها او علمناها. بعد كده بقى حضرتك تتنقل هي المرحله الثانيه. نبدا بقى هنا خلصنا مرحله التدريب وازاي تطلع المنتج بتشطيب معين بكفاءه كويسه، تبدا تخرج المرحله الثانيه ازاي نعمل الانتاج. الانتاج عندنا ليه عده مراحل، ليه؟ لان عندنا نوع المنتج يا اما جاي لامر توريد للانتاج، عشان هي كمان بتتحاسب على المنتج انتاجها بيساوي فلوس اللي هو بيدخل في الامانات زي ما سمعنا في الامانات، عشان تقدر تصرف على نفسها على اولادها، ودي تبقى مرحله من هي تبدا تتعلم بره تدير نفسها مع شغل خارجي. يعني في يا فندم هنا اللي هما بيخرجوا انها بتخرج قسطة صناعية، يعني زي ما بنقول كده باللغة الدرجة، خلاص اتعلمت هي. اتعلمت مرحلتين. اتعلم مرحلتين. من هنا متعلمة. بالضبط، عندنا مرحلتين، ان هي تطلع تقعد على مكنة او تقدر ان هي تشتغل لوحدها. فده متاح وده متاح، انها تبدا تقص اللي هي المرحله اللي اتعلمت ازاي تقص وازاي تقفل كده خلاص بقت منتج لوحدها، او تطلع المصنع بره زي المصنع اللي عندنا برضو انها تبدا تعمل اللي هو الميس برودكشن، ازاي تشتغل في خطوط انتاج بره وتقدر توصل بالمنتج ده انها تبدا تبقى صناعيه في مصنع. خلينا بقى نشوف، انت لسه بتتعلمي التفصيل صح؟ يعني حبيتي المهنه الاول؟
اه طبعا حبيتها جدا كمان. طيب انت اول بقى ما بتدخلي هنا لسه انت بتتعلمي في البدايه اللي هو الباترون، يعني بتتعلموا القص. النهارده انا شايفه على السبوره انتوا واخدين باترون اساسي للجنيله اللي هي الجيبل اللي احنا شغالين عليها دي. ماشي، بتبتدي بقى تعملي ايه او انت قصيتي ازاي؟ اول حاجه بعملها باخد المقاسات بتاعتي علشان ابدا ان انا اعمل باترون للجيبه. اول حاجه بجيبها بجيب محيط الوسط اللي هو بتاع القمر. تمام. تاني حاجه بنزل على المحيط اللي هو محيط الارداف، يعني اماكن. انت بتكلمي ايه رسمي قوي التفاصيل؟ لا بس حلو. هنا باخد مقاس الارداف اللي هي الماكينه العاليه يعني. باخد المقاسات وبعد كده باخد طول الجنولة حسب ما انا عايزه، اذا كانت هتبقى قصيره او طويله حسب ما انا عايزه. وبعد كده اول حاجه باخدها طبعا مقاسات الوسط، بقسمه على اتنين. وبجيب معايا قدامي هنا كده اللي هو بيبقى عندي عرض الباترون. فانت كده هتجيبي العرض، عرض الباترون، وتبتدي بقى تقصيها. بعد ما بتخلصيها بتسلميها لزميلتك على المكنه ولا انت بتخشي بقى تكملي تتعلمي حته تانية؟ انا عندي هنا بقصها بكملها لحد الاخر، لان انا لسه مطلعه جيبه اهي دلوقتي. يعني انت لسه عامله دي؟ حضرتك يعني انا رسمتها وقصتها وتقصي وبعدين تخشي على المكنه تقفليها. اظبطها عشان انا اتعلمت خلاص ان انا اقعد ازاي على المكنه واعرف امشي ازاي عليها، فخلاص تمام كده. يعني قربتي تخلصي تدريب هنا؟ خلاص تمام قوي كده. وتتنقلي لسه هنسال بقى ايمن بيقول لنا يعني اخبار بس انا شايفه الناس يعني مذاكره كويس، يعني مذاكره كويس وحماس وحافظين المقاسات كده صح؟ طالما حابين المكان فبنتعلم بسرعه. تعلموا بسرعه نبقى حابه المكان. تفصيل بقى وكده. انا عارفه ان ده كمان قالوا لي ده شغلكم، شغل زمايل هنا. يعني حتى اللوحات اللي موجوده هنا جوه الـ الـ الورشه او مكان التدريب انتوا اللي عاملينها. في ناس متخصصه. انت برضه متخصصي قص وتفصيل؟ الجنيله برضه هتبقى شغلتك انك تشتغلي في الجنيله. كذا مرحله بنعملها. ما هي قالت لي تكمل كله لحد ما تفصلها وتطلعها زي دي. ان شاء الله بالتوفيق. هنا يا فندم بقى جينا للانتاج بالظبط كده حضرتك. دي هنا دلوقتي وصلنا لمرحله من الورش عشان انا شايفه اكتر من ورشه واكتر من مكان. حضرتك هنا بس هنا مكان واحد جزء من المكان اللي موجود من المصنع الكامل، بحيث ان احنا دلوقتي اتنقلنا من مرحله التدريب لمرحله الانتاج. بيبقى عندي امر توريد للمنتج اللي هو ماده النزيل اللي موجوده، بتقوم بيه النزيلات بعد ما اتعلمت ازاي تعمل البدله بروفيشنال. فبتبدا نتحاسب، دخلت مرحله الانتاج بتبدا اللي هي تاخد اجر على نوع الشغل اللي بتشتغله. والمرحله بتاعتها على انتاجها بالظبط. يعني هنا الاجر مرتبط بالانتاج؟ اجر الاجر مرتبط بالانتاج ومختلف من واحده لواحده حسب كفاءتها وتشطيبها وانتاجها اللي موجود. ودول كلهم يعني حضرتك زي ما سالتك معظمهم كانوا جايين ما بيشتغلوش في التفصيل والخياطه اصلا؟ بالظبط، معظمهم اتعلموا عندنا وقعدوا بقى لهم فترات وشغالين ووصلوا لمرحله كويسه جدا من الانتاج والتقفيل بتاعهم. كمان ما شاء الله عندهم سرعه في ما الحمد لله عدوا خلاص مرحله التدريب شغالين دلوقتي. شايفهم بيشتغلوا بسرعه. هم وصلوا الحمد لله المركز كويس جدا يعني الحمد لله وطريقه كويسه. اتفضلي يعني نتعرف على حد ممكن يتعرف عليكي. رضا. رضا، رضا انت اتعلمتي التفصيل والخياطه هنا؟ كنت بتتدربي الاول وبعدين خلاص؟ طبعا خدت مكان اول. طيب وتعلمتي كل حاجه بقى في تفصيل، يعني تقدري تعملي كل حاجه؟ اقدر اعمل كل حاجه، اشتغل البدله والبنطلون والكلابيه، اي حاجه بقدر اعملها دلوقتي بفضل من ايمن بيه وابله منى المشرفه. طيب يعني انت بعد ما اتعلمتي هل ممكن دي بقى بعد كده ان شاء الله يعني تبقى مهنتك، تطلعي من هنا ان شاء الله تجيبي مكنه؟ ان شاء الله. بتفكري في ده؟ ان شاء الله بعد كده ان شاء الله لما ربنا يسهل واخرج بره طبعا هيبقى ده شغلي واتعيش ان شاء الله باذن الله. باذن الله. تسلم ايديك عشان عطلك على الشغل. تسلمي. طيب يعني طبعا مش هنعطل حضرتك ونعطله مع الانتاج والاوردر، بس بشكرك جدا ويعني اتمنى يا رب طبعا بالتوفيق ليهم كلهم يا رب. حضرتك وشرفتنا دايما نسعد بزيارتكم ان شاء الله. بشكرك جدا. شكرا. تسلم ايديكم جميعا.
دايما ممكن يكون عند الناس صورة ذهنية عن أمين الشرطة اللي بيكون داخل السجن أو عن اللي بيقوم بدور السجان أو السجانة، وإحنا تحديدا جوه سجن النساء فبيكون فيه السجانة وبيبقى فيه عدد من أمناء الشرطة وبيبقى فيه من الضباط فيه تواجد للعناصر النسائية. إحنا معانا أقدم أمين شرطة في سجن النساء، صح؟ أنا بقول كده صح؟ أيوة. تعرف على حضرتك أمين شرطة سامية كمال محمد. اهلا بحضرتك، انت اقدم امين شرطه هنا، يعني انت من اوائل الناس بقى او القدام اللي موجودين هنا. سنه 88. من سنه 88. ايوه. انت بتشتغلي هنا. ايوه. طيب طبيعه بقى العمل جوه السجن وتعاملك طبعا مع ناس هم بيبقوا جايين في بدايه طبعا دخولهم السجن، خارجين عن القانون، عاملين جرائم مختلفه، بيفرق ده في التعامل؟ بتواجهوا صعوبات؟ ازاي بتقدروا ان انتوا تقاوموا او تتعاملوا معاهم خصوصا لسه جايين جداد؟ لا ده ما فيش اي مشاكل بالنسبه للسجن هنا. المسجون اول ما بتيجي ايراد بنعرفها ايه اللي عليها وايه اللي ليها، فبالتالي احنا برضو مرتاحين معاهم جوه. يعني اول ما بتيجي بتقولي لها كل حاجه؟ ايوه، بتيجي مثلا في مشاكل عندها اسريه، مثلا سايبه عيالها بره، سايبه اي حاجه بره، في خدمه اجتماعيه وفي المامور هنا بنعد الامر عليه، بنوجههم للرعايه اللاحقه بالنسبه للسجون ينوط تبع السجون، وطبعا عيالها بيقول لها كل في الشهر مرتين، يعني هو بتبقى مطمنه عليهم. ممكن تشتغل اي شغل هنا زي تصنيع بيطلع لها منه عائد، بتصرف على عيالها دولت، وبيقولها كل شهر في الشهر مرتين بتصرف عليهم وتديهم اللي هم عايزينه وكل حاجه تبقى مطمنه عليهم، بالتالي تبقى نفسها مرتاحه، بالتالي مش تعمل مشاكل هنا. طب انتوا ساعات بتلاقوا صعوبات مثلا في التعامل شويه؟ طبعا بتبذلوا مجهود عشان تقدروا توصلوا معاهم للمرحله دي. بصي حضرتك، المعامله الحسنه هنا هتكسبي المسجونه، وفي نفس الوقت يعني ايه هتبقى بصوره حسنه، غير ما تعملي مثلا بضغط وشديه مش هينفع. فانت بتشوفي ان المعامله الحسنه ولينا هو ده اللي بيوصل النتيجه كلها. مشاكل ليها بنحلها. طب بره بقى السجن ما بيضايقكيش الانطباع اللي ممكن يكون موجود عند الناس او الصوره اللي بيبقوا واخدينها مثلا من التلفزيون او من السينما شويه عن طبيعه شغلك؟ عادي، ما الناس عارفاكي برضه وعارفه اسلوبك، ويعني غير ما يكون الناس مش عارفاكي. طبعا، بس يعني مش مثلا مش بتشوفي لسه الناس ممكن تكون مش متعوده او بيشوفوا انك بتشتغلي في مهنه صعبه شويه؟ هي مهنه صعبه فعلا، بس ربنا مدينا عقل بنمشي تبع عقلنا. يعني ساعات ده ما بيضايقكيش؟ ما بتحسيش الناس مثلا ممكن بره يحسوا انه انت بتشتغلي شغلانه صعبه قوي وايه ده، او مثلا يوصفوها باسم السجانه مش يتعامل انك امين شرطه وكده؟ لا لا، ما فيش اي حاجه بره، ما فيش اي حاجه. يعني علاقتك بكل الناس الحمد لله جميله الحمد لله. بتقضي هنا يومك طبعا، ليكي نبطشيات ومواعيد عمل معينه؟ ايوه، محدد من الساعه 7 للساعه 5 هنا يوميا. يوميا. طيب، وهل انتوا مثلا بيبقى عندكم بلاغ دايما لو في اي مشاكل جوه السجن بتتبلغي بيه دايما طبعا الطوارئ؟ بتبقى في ميسره مسيره بتبقى بايته معاهم، لو في اي حاجه بتلجا الصبح للمامور وظابط المباحث هنا وبتقول له عن المشكله وبنحلها. ولو ما نبطش؟ ايوه. الحاجه هو السجن يعني احنا شايفينها بتمشي حياه منظمه، بس اي حاجه هم في الاول والاخر امانه عندنا هنا يعني. بيقضوا العقوبه بتاعتهم بيخرجوا وخلاص، بس المهم انه يكونوا حسن السير والسلام. الحمد لله. انا بشكرك جدا. شكرا ليا، متشكره قوي. ربنا شكرا، ربنا يخليك. في نهايه جولتنا النهارده وفي نهايه يومنا احنا يعني بننهيها بان بتقضي هنا مده عقوبتك، تكون شخص حسن السير والسلوك وتخرج بسلامه الله بلا رجعه. زي ما حضراتكم شفتوا معانا، الناس هنا بتعيش حياه طبيعيه، يعني بيلعبوا رياضه، بي 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 لو دخلت حامل بتخلف ولادها، بيبقى عندهم حضانه، بيبقى عندهم مدارس، بيبقى عندهم رعايه صحيه، بيبقى عندهم اماكن تشغيل، ممكن تدخل تتعلم مهنه. معنى ادق اللي هيلتزم بشعار السجون او مصلحه السجون ان هو تهذيب وتاديب واصلاح ويكون حسن السير والسلوك ويحاول ان هو فعلا يتعلم من غلطه جوه المكان. يا حضراتكم شفتوا وشوش معانا كتير قوي، ممكن تكونوا لما بتشوفوها على مدار جولتنا داخل السجن احنا كنا حريصين ما نسالش حد عن جريمته الحقيقه، وده كان هدفنا من الحلقه، لانه اي مكان جريمته هو في الاخر بيقضي عقوبه طبقا لنص الدستور والقانون، في جهه قضائيه هي اللي بتحاكمه وبتحاسبه، مش احنا اللي جايين نحاسبه. لكن ممكن حضراتكم تشوفوا وشوش كتيره قوي ما تقولش ان ده بطبيعته كان شخص مجرم او بطبيعته كان شخص قاتل، لانه لما بيجي وبيندمج في حياه سويه بيحاول ان هو يصلح من الامور الكتير اللي حصلت في حياته، هو ما بيبانش عليه اي انطباعات العنف اللي ربما يكون عاش فيها حياه
خارج بره الاسوار دي. عشان كده احنا ما كناش جايين نحاسبهم، احنا جايين نقضي يوم معاهم نشوف هم عايشين ازاي. زي ما بقول لكم، زي ما في شغل على الارض، في جهود من الدوله، في جهود من وزاره الداخليه ان يحصل تطوير وتعديل. كان لازم التطوير والتعديل وكل شيء ان هو مش بس يكون داخل قطاع معين او مؤسسه معينه، لكن كمان لو في اي حد عنده صوره ذهنيه راسخه عن قطاع السجون في السابق، نتمنى ان شاء الله انها النهارده تكون اتغيرت. بشكركم واشوفكم بقى كلكم على خير وحلقه جديده من هالصباح. تحياتي لكم، اسماء مصطفى. شكرا.